صباح النور مشاهدينا. 25 يناير ذكرى مشرفة في شرارة الثورات العربية المجيدة. وفي 25 يناير من 2018 ثلاث سنوات قد مرت على انطلاقة التلفزيون العربي. كان حلمنا وتوجهنا أن نقدم إعلاما يسلط الضوء على أمال المواطن العربي ونظرته للعالم والمستقبل، وسعينا لأن نكون الصوت والضمير والحلم. نعايد ونهنئ الطاقم العامل في كل مكاتبنا في عواصم ومدن العالم المختلفة، لكل من عمل بجهد وكد وتعب لإيمانه بشعوبنا العربية لنصل اليوم إلى بيوتكم وقلوبكم. ولأننا منكم وإليكم منطلقون مشاهدينا، لا يفوتنا أيضا أن نهنئ أنفسنا بكم أنتم، ونجدد وعدا بأن نقدم كل ما هو جدير بكم، وليستمر التلفزيون العربي قناة تمثل كل عربي، تنقل الأمة، تنقل آمال الأمة وآمالها. والآن لنبدأ رحلتنا الصباحية معكم مشاهدينا وأبرز ما في حلقتنا لليوم. ما هي أمنياتكم للتلفزيون العربي في الذكرى الثالثة لانطلاقته؟ وإجابات من الشارع العربي. أسباب توقف الجسم عن خسارة الوزن في رشة صحة. ومن الدوحة إنجازات يحققها معهد قطر لبحوث الطب الحيوي. مركز سيما لدعم حقوق المرأة والطفل من السودان. أشعار وحكايات اللجوء من عكا إلى مخيم عين الحلوة. أبرز النشاطات والأحداث في العواصم العربية في الأجندة الثقافية. مسرحية كيفك يا ليلى، المرأة ومعاناتها الاجتماعية من لبنان. أحدث الهاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي في هاشتاج صباح النور. إطلاق أغنية يلي عم تحلم احتفالاً بعيد التلفزيون العربي الثالث. وألذ الأطباق والحلويات مع الشيف فؤاد شرف في ولا أشهى. البداية دائما مع مطبخ الشيف فؤاد ومطبخ صباح النور. صباح النور، كيفك؟ شو عمل اليوم؟ الحمد لله. اليوم رح نحضر كبة البطاطا مع صلصة الثوم والحامض، شوي مختلفة، فيها قصص مهضوم بنفس الوقت ما فيها لحمة. ورح نشتغل على طبق تاني اللي هو رز مع طوق، قطع دجاج الطوق اللي عادة منجهزهم، رح نعمل معهم رز كمان طبق شوي مختلف بفكرته بطريقة تحضيره. إذن شاف سنكون بأكثر من محطة معك، وأنتم مشاهدين نرحب دائما بآرائكم وتعليقاتكم عبر صفحاتنا على موقع التواصل الاجتماعي والتي تظهر أسفل الشاشة. البداية مع الفقرة السياسية والزميلة فرح فواز ومع الخبر. زاوية، صباح النور وعد، صباح النور أمين، صباح النور فرح، صباح النور مشاهدينا، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من التقارير حول اعتقال رئيس أركان الجيش المصري الأسبق والمرشح لانتخابات الرئاسة المصرية المقبلة الفريق سامي عنان. وفي السياق نفسه اعتبرت منظمة العفو الدولية أن التوقيف التعسفي لعنان يظهر تجاهلا صارخا لحقوق حرية التعبير وحق المشاركة العامة بمصر، داعية السلطات المصرية إلى البقاء على الحياد والكف عن تفضيل مرشح بعينه على آخر. نائب رئيس الجمهورية. حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا على الحد من عملياتها العسكرية في شمال سوريا، وحذرها من إدخال القوات الأمريكية في صراع مع نظيرتها التركية. وفي حديث هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قال ترامب إنه على تركيا عدم التصعيد والحد من أعمالها العسكرية وتفادي وقوع خسائر بين المدنيين وزيادة النازحين واللاجئين. وقال مكتب الرئيس التركي في بيان إن إردوغان أبلغ نظيره الأمريكي بأن على واشنطن وقف تزويد وحدات حماية الشعب الكردية السورية بالسلاح. قالت بعثة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا إنها منزعجة من تقارير عن عمليات إعدام وحشية دون محاكمة في مدينة بنغازي بشرق ليبيا،
وذلك بعد انتشار صور إعدام 9 سجناء على الأقل في موقع التفجيرين اللذين وقعا يوم الثلاثاء، ويشتبه بأن يكون المسلح الذي ظهر في الصور وهو ينفذ عملية الإعدام محمود الورفلي، وهو قائد بالقوات الخاصة مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة تنفيذ عدد من عمليات القتل المشابهة. وقالت بعثة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا على حسابها على تويتر إن الأمم المتحدة تطالب بتسليم الورفلي على الفور للمحكمة الجنائية الدولية. نفت روسيا أن تكون قواتها أو قوات النظام السوري وراء الهجوم بالأسلحة الكيميائية على الغوطة الشرقية في سوريا في 22 يناير كانون الثاني، وقالت إن الهجوم لم يتأكد بعد. واعتبرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن الاتهامات دعاية أمريكية تهدف لتقويض محادثات السلام السورية المقرر انطلاقها بمدينة سوتشي الروسية، أو حتى نسف عملية السلام السورية. اقتحم مسلحون مكتبا لهيئة إنقاذ الطفولة في مدينة جلال أباد الأفغانية واشتبكوا مع قوات الأمن، وأعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤولية التنظيم عن الهجوم الذي بدأ بتفجير انتحاري بسيارة ملغومة خارج المكتب قبل أن يقتحم مسلحون المجمع، حيث قاموا بمواجهة قوات الأمن الأفغانية لنحو 10 ساعات، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 25، قبل أن تتمكن القوات من سحق الهجوم في نهاية الأمر. الخبر الأخير، نجح باحثون صينيون لأول مرة في استنساخ 2 من قردة المكاك بنفس الطريقة التي استنسخت بها النعجة دولي في العام 96، وأطلق على القرد المستنسخ الأول الذي ولد منذ 8 أسابيع اسم تشونغ تشونغ، فيما أعطي القرد المستنسخ الثاني الذي ولد منذ 6 أسابيع اسم هو هو. وقال العلماء إن الجينات الوراثية لجميع القردة متشابهة، الأمر الذي سيكون مفيدا في الأبحاث المتعلقة بالأمراض البشرية من بينها السرطان والاضطرابات المناعية، إلا أن منتقدي هذه الخطوة يرون أن هذا الأمر يثير مخاوف أخلاقية إذ يجعل العالم أقرب من استنساخ البشر. وهذا بصراحة المخيف فرح في الخبر كله، هو فكرة يعني بصراحة أنا من الناس اللي المواضيع هذه هكا شوية تأثر فيا مع أنه استنساخ والكل، ولكن خلينا نغزر الجانب الإيجابي منه. الجانب الإيجابي بما أنه هالفصيلة هذه من القردة جينيا تشبه برشا البشر وهم بش يستفيدوا منها في حل الأمراض، ولكن إن شاء الله تقف عند الحد هذا، مش أنه توصل إلى مراحل أخرى متقدمة، لأنه التطور العلمي اللي قاعدين نعيشه فيه حتى في الروبوات صارت حاجة مخيفة للغاية. صحيح. فعلا هو التطور العلمي كتير له إيجابيات، ولكن كيف الإنسان بيستفيد من هذا التطور هي اللي بتبقى هون الأهمية. نتمنى يعني ما بين الحاجات الطبية وما بين أخلاقيات هذا الموضوع، يعني يبقى السؤال على أخلاقيات الإنسان. صحيح. نفسه. صحيح. الآن ننتقل إلى عناوين الصحف أمين، ونبدأ هذه الجولة مشاهدينا مع صحيفة القدس العربي التي ركزت على الانتخابات المصرية المقبلة وعنوانات انسحاب خالد علي غموض حول مصير عنان، والعفو الدولية تطالب بضمانات للترشح الحر، السيسي ينافس السيسي في انتخابات الرئاسة المصرية. إلى صحيفة الشرق القطرية التي عنونت في صفحتها الأولى على الشكل التالي، سمو الأمير يؤكد لأردوغان وقوف قطر مع تركيا في مواجهة الإرهاب، صاحب السمو يشهد تخرج دفعة من صقور الجو. إلى صحيفة الحياة التي اهتمت بتطورات المعركة التركية في عفرين وعنونت محادثات فيينا اختبار لسوتشي وأردوغان مصمم على التقدم إلى منبج، واشنطن تقترح شريطا أمنيا بدل غصن الزيتون. عراقيا مع صحيفة الزمان التي اهتمت أيضا بتطورات الملف التركي الكردي وقالت أكراد سوريا يشعرون بتخلي الحلفاء عنهم، أردوغان يصر على إتمام هجوم عفرين واتصالات مع بغداد لإطلاق عملية سنجار. إلى صحيفة القبس الكويتية التي ركزت على الشأن الداخلي وعنونت 19 نائبا طلبوا سحب تقرير الدين العام، قرض الحكومة أطاح جلسة العمالة المنزلية.
من لبنان اخترنا صحيفة الجمهورية التي ركزت على الانتخابات النيابية المقبلة في شهر مايو أيار والتي ترتفع سخونتها شيئا فشيئا، وعنونت ضجيج الانتخابات يضيع الأولويات. ومن هذه الجولة على عناوين الصحف العربية ننتقل إلى صحيفة العربي الجديد للإضاءة على ما نشرته هذا اليوم على صفحاتها الأولى: سوريا خطة أمريكية تركية بإدارة الحدود. في عنوان صورة الغلاف: 25 يناير كانت ثورة. وفي زاوية الحدث: الاحتلال يبحث مرحلة ما بعد عباس، تكرار لسيناريو عرفات. كاريكاتير اليوم بعنوان: قائمة مرشحي الرئاسة المصرية للفنان عماد حجاج في إشارة إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هو المرشح الوحيد. مشاهدينا، هذه كانت جولتنا على عناوين الصحف لهذا اليوم. نشكركم على طيب المتابعة، ابقوا معنا، سيكون لنا وقفات أخرى. الآن عودة للزملاء. شكرا جزيلا لك فرح، نلقاك بعد قليل. شكرا. أمين وراو، ياك تحب أسألكم بمناسبة العيد الثالث للتلفزيون، شو حابين تقولوا أو كيف تقييمكم لرحلتكم مع التلفزيون؟ صراحة أول حاجة سي، إن شاء الله كل عام والتلفزيون العربي بخير، وإن شاء الله معناها هذوما 3 سنين تعدي وتوا والتلفزيون العربي ماشي وقاعد يوصل أكثر إلى المشاهد العربي ويحكي في أخبار المواطن العربي الكل، إن كان من أقصى المغرب إلى أقصى الشرق بطبيعة الحال. فحمد الله إن شاء الله نتمناو السنة هذه ثالثة تكون سنة خير علينا. وبالنسبة لنا إحنا كانت تجربة حلوة، مع أنه كانت مازالت ما عملتش السنة، ولكن ان شاء الله قريبا باش تكون سنه ونحتفلوا نحن بالسنه نتاعنا في 3 سنين نتاع التلفزيون العربي. ومستمره ان شاء الله. ان شاء الله اكيد. التلفزيون راويه بالنسبه لك. بدي اقول للتلفزيون العربي اكيد اني كثير بحبه، لانه تلفزيون بظل التلفزيونات، مئات التلفزيونات العربيه واللي اعدادها كثير كبيره، قليله جدا هي التلفزيونات اللي عندها رساله واللي عن جد تحمل هموم المواطن العربي والتنوع الموجود، يعني التنوع السياسي والترفيهي الموجود بالتلفزيون العربي. وبدي اوجه تحيه لكل العاملين بالتلفزيون العربي، ليس فقط في بيروت وإنما أيضا بلندن، وكل المراسلين حول العالم لهم يعطيهم العافية لأنه هن الأصل. أكيد. أنت؟ بالنسبة لي أكيد إضافة للي قلتوا تنيناتكم، يمكن كصحفية كتير مغري العمل بتلفزيون عنده معايير تقنية ومهنية عالية جدا وعالمية أيضا. أيضا على الصعيد الإنساني أنه تلفزيون يتكلم مثل ما قلت بألام وأمال أيضا الشعب العربي، شيء كتير مهم. وفعلا يمكن ما بعرف أدي هذا الشيء، بتمنى أنه يكون عم ينعكس عشش لكل المشاهدين جو العائلة يلي صحيح نتميز فيه. فبعدنا بأول طريق 3 سنين، يعني البداية فقط. نتمنى لنفسنا بالتلفزيون العربي وللتلفزيون العربي دوام النجاح والاستمرارية ومزيد من التقدم على جميع الأصعدة، وأهم شيء دائما مشاهدينا يعني وفاءكم لنا واستمراركم معنا. على كل حال، أيضا كاميرا صباح النور جالت في الشارع العربي وطرحت السؤال التالي: ماذا تقولون للتلفزيون العربي في عيده وما هي أمنياتكم لنا؟ نشاهد هذا التقرير والأجوبة ونعود. أول شيء بدي أقول عقبال كل سنة، وإن شاء الله دايما بالتطور والنجاح. نحن دايما عم نحضركم ودايما عم نتبعكم. إن شاء الله بطول العمر لكافة موظفين وعاملين القناة العربي، نهنيهم في إيقاد الشمعة الثالثة، نتمنى لهم الموفقية والتألق. إن شاء الله دوام النجاح وتقدم من سنة لسنة. نتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله عقبال كل سنة. نتمنى لها كل النجاح والتوفيق، نتمنى تكون فيها برامج ثقافية. بتمنى التلفزيون العربي النجاح الدايم، وبطلب منه أنه نضلهم بهالبرامج الحلوة اللي عم يعملوها مثل برنامج سراب لمروان خوري. نتمنى التطور في من جميع النواحي، وإن شاء الله نشوفوا برامج ثقافية أكثر. والله إن شاء الله ربي يوفقكم وتخبوا على روحكم كل شيء، وبجرب يكثروا لنا بالسبور. طبعا هذا التلفزيون اثبت حضوره ولا سيما على يعني على صعيد العراق في تغطيات عمليات الموصل، كنا من المتابعين الاحداث اول باول، والتلفزيون جيد، ويعني ايضا البرامج الترفيهيه والبرامج السياسيه والنشرات الاخباريه جيده جدا.
وكل الموفقية والحب لهم إن شاء الله. وبالفعل التلفزيون العربي إلى اليوم بصمة جميلة في قنوات العربية الكبرى، وحقق نجاحات كبرى في الواقع العربي من مشاهدات. بنقول له إنه بالتوفيق، وإن شاء الله يعني من تقدم لتقدم، وإن شاء الله برامج جديدة أحلى وأحلى. حلو ومهم دائما انه توصل اصداء الشارع والمشاهدين لنا، وخاصه انه برشا منهم قالوا نحبوا برشا البرامج الثقافيه. بصراحه انا من الناس اللي لو كان نحكي كمشاهد للتلفزيون العربي، من اكثر البرامج اللي عجبوني هو برنامج فيلمي، اللي هو يعتبر من البرامج الثقافيه والسينمائيه اللي ممتازه جدا، ونتمناوا انه يكونوا فيها برشا برامج ثقافيه. في كثير يعني مثل ما ذكرنا، التنوع الموجود بالتلفزيون العربي بين سياسه وترفيه وتثقيف هو جدا مهم ليعطي هذه الهوية المميزة للتلفزيون. المهم احنا صبيح النور نجمع كل شيء، كل شيء، ونحكيه على كل شيء. كل شيء. الفقرة التالية مشاهدينا موجهة إلى الأشخاص الذين يراقبون وزنهم ويلتزمون بنظام غذائي دقيق، ولكن يحصل أحيانا أن يتوقف الجسم عن الاستجابة وخسارة الوزن. ما هي الأسباب وكيف يمكن محاربتها؟ تخبرنا الاختصاصية في التغذية غنى سنديد في فقرة الجسم السليم. صباح النور. إذا الاختصاصية في التغذية غنى سنديد، احنا اليوم باش نحكيوا على فكرة خسارة الوزن والنظام الغذائي اللي أحيانا ما يتوالمش معانا أو ما يتوافقش معانا أو يتوقف. يعني هذه حاجات أكيد أنه الناس كل تحب تعرفها، ما هي الأسباب إلى أنه ما يستجيبش معانا جسمنا إلى النظام الغذائي؟ أول شيء اللي بدي خبرك إياه أنه هيدا المشكلة كتير مشتركة بين كل الناس، يعني مع الوقت أكتر الأسئلة اللي بتجينا هي أنه أنا عملت كتير دايتس وزهقت لأنه جسمي عمل بلوك. ونسمع كلمة بلوك كتير، اللي هي صارت كلمة عربي، يعني بطلت حتى كلمة إنجليش، صاروا أنه كل الناس جسمي عمل بلوك. هلأ هون بدنا نقسم المشكلة لجزئين لنقدر نحللها مزبوط. في ناس من أول ما ببلشوا يعملوا دايت جسمهم ما بيتجاوب، في أجسام ما بتتجاوب أبدا رح نحكي عنها، وفي ناس تعمل دايت على فترة كتير طويلة وبعد فترة بصير جسمه ما بقى عم ينزل وما عم يعرفوا ليه، مع أنه هن برأيهم ما عم يعملوا شي غلط. يعني الفكرة متاع أنه ما يتجاوبش الجسم هو في اختلاف جسم كل إنسان على آخر. صح أكيد. صح. يعني كيفش نعرفوا اختلاف أجسامنا والنظام اللي لازم نتبعه؟ أوكي. أول شي نحن إذا كنا عم نتابع عند أخصائية تغذية اخترعوا لنا الماشينز، المكانات اللي هي بتفرجينا إذا أنت وزنك عم ينزل دهن أو مي أو عضل. وبالتالي إذا بتسمع في كتير ناس بيقولوا لك حاسس حالي عم بنزل بالقياس بس ما عم ينزل وزني على الميزان بالكيلو، يعني بيكون عم بيطلع على الميزان الرقم هو ذاته بس بالسايز عم يلبس أصغر، والناس لما عم تشوفه عم بتقله ضعفان. بهالحالة بيكون عنا سببين. أول سبب الناس اللي بيمارسوا الرياضة بيزيد وزنهم على الميزان عضل وبينزل دهن. يعني أعطيك عملية حسابية كتير سهلة، إذا وزننا 100 كيلو ونحن عملنا دايت نزلنا 4 كيلو دهن بس طلعنا مقابلون 4 كيلو عضل، حنطلع على الميزان حيبين 100، بس بالحقيقة حيكون قياسنا تغير قياس لأنه فوليوم أو حجم الدهن أكتر. يعني أنت إذا بتروح عند لحام بتقله أعطيني 4 كيلو دهن بيطلع لك هالقد، بينما 4 كيلو اللحمة بيطلعوا هالقد لأنه فوليوم الدهن أكبر بكتير من فوليوم العضل. سو لما بنعمل هيدا التبديل بيصغر القياس. وبنفس الوقت في ناس بعايده مشكلة كتير كبيرة وبدي أحكي عنه، في نساء بالتحديد بيعانوا من مشكلة احتباس المي أو water retention. بصيروا عم يعملوا دايت عم ينزلوا دهن كل الوقت بس جسمهم عم بيعبي مي. هيدا بيرجع لكذا سبب. أولا التغيرات الهرمونية، يعني ما قبل الدورة الشهرية أو لخبطة بالهرمونات من الأستروجين من البروجستيرون، هيدا سبب. تاني سبب ممكن يكون الكورتيزول اللي هو الهرمون تبع التوتر، يعني إذا دلينا متوترين ستريسي ما مننام منيح أو عم نفكر كل الوقت ليه ما عم بضعف، كيف بدي اضعف، بطلع على الميزان كل يوم اليوم 60 بكره 80، هيدا التوتر هيدا بيؤدي انه يصير عنا احتباس بالمي، او بيكون اكلنا كتير عالي بالملح. عشان هيك في كتير ناس تسالني الملح بينصح، بقول لهم الملح بحد ذاته هو زيرو كالوريز ما بينصح، ولكن الصوديوم اذا زاد عن حده بالجسم، وانا حاعطيك اكزامبل، جرب اليوم تطلع على الميزان يكون وزنك مثلا 80، مظبوط وزنك 80؟ لا 94. وبعد 3 ايام دلك تاكل ملح تشيبس نوتس مكسرات هولي، وزين حالك بعد 3 ايام حتلاقي حالك زدت 2 ل 3 كيلو.
هيدول 2 3 كيلو ما رح يكونوا دهن لانه مستحيل تزيد 2 او 3 كيلو دهن. هول الزياده السريعه والنقصان السريع هو اغلب الوقت بيكون مي. سو شو الحل لهي المشكله للناس اللي عندهم احتباس بالمي؟ هذا هو بالضبط السؤال. هو انا نحب حل انه للناس الكل يعني، فما ناس عندها مشكله بالاحتباس بالماء، فما ناس تاثر عليها. نحن كل مشكله رح نحكيها حنعطي حل معه مجاني. خلينا نعطيه ولا حل الملح انه حل الاحتباس مي انه نخفف من ماكولات الملح وانه نكتر كتير من المأكولات اللي بتحتوي على البوتاسيوم. كل ما كترنا من المأكولات بتحتوي على البوتاسيوم مثل الموز مثل البطاطا وغيرها، كل ما بيخف عنا احتباس المي. انه نشرب مي كتير، يعني في كتير ناس بتقلي كيف انا عندي مي كتير بجسمي وانا اصلا ما بشرب مي؟ بقول لهم هاي هي المشكلة، لانه الجسم اذكى منا بكتير. يعني قد ما جربنا نتزاكى على الجسم بدل الجسم اذكى، فبيعتبر انه انت لما ما بتشرب مي كتير شو بيصير؟ مثلا لا تساعي عم بتفوت لتر مي بنهار وانت لازم فوت لترين، بيصير بيحبس هيدا الليتر، بيقول انا ما بيجيني سبلاي او مصدر تاني. فإذا بدنا نظهر المي من الجسم لازم نعطيه كتير مي لنريح الجسم ونفسر له أنه أنت حيجيك مي كتير ما تخاف، ظهر المي اللي عندك. أمامته كمان بدنا ننتبه على الكافيين. الكافيين كتير بزيد من احتباس المي، يعني مقابيل كل فنجان قهوة بدنا نشرب مقابيله كوب أو كوبين من المي لنظهر من احتباس المي. ونكتر كتير من المأكولات اللي بتحتوي على المغنيسيوم والفيتامين بيسيس، يعني باختصار هني النوتس، يعني لوز الجوز الفستق الكاجو، الأفوكا بيحتوى على مغنيسيوم وبي 6، والأوراق الخضرة اللي يعني مثل السبانغ الملوخية أي خضرة ورق ولونها أخضر غامق. فإذا نحن بس لنرجع نعمل سمري، قلنا اللي عنده احتباس بالماء لازم يقلل ملح، يأكل مغنيسيوم بوتاسيوم وبي 6، وما يشرب قهوة كتير ويشرب مي كتير، يشرب برشامة. واللي عم بيزيد وزنه من العضل ما يزعل، يهتم أكتر إنه شكله عم بيتحسن. يعني نحن عطول من قلنا الصحة منا رقم، يعني مش أنت فيك يكون وزنك 60 ومنك صحي، وفيك يكون وزنك 90 وتكون كتير صحي. هي بادي كومبوزيشن، كيف مكون جسمك. يعني أنا متأكدة إذا أنت عم تقول وزنك 90، في ناس كتير وزنه 90 بينه كتير ناصحين، بينما أنت يلوك فت لأنه أكيد نسبة العضل بتكون أعلى من نسبة الدهن. والعكس صحيح، في ناس بتكون أنا دايتيشن وعم بقول لك على النظر مبين. يمكن أنا بصراحة حبيت نسألك أكثر حاجة، لأنه هذا اللي أنا لاحظه في المجتمع. يعني من المكان اللي أنا نخدم فيه، من الأصحاب، من الكل، أكثر حاجة لاحظها هم الناس اللي عندهم توتر وقلق كبير. صح. يعني الناس اللي عندهم مشكلة نفسية مع أنه يضعف ويقلل وزنه، دائما عنده أنه كما قلنا أول ما بديت فقرتنا قلنا يعمل بلوك. فهذا مش هي الحل بالنسبة للأمور النفسية. أنا رح أقول لك شغلة، عادة أصلا 3/4 المشاكل بالأكل هي related للسايكولوجي، للنفسية. يعني عنا شيء اسمه emotional eating اللي هو الأكل بس أنت تكون زعلان أو تكون مبسوط. عنا الستريس، ليش عم بضعف ليش ما عم بضعف. من أهم الأسباب ليش وزنك ما بينزل إذا ما بتنام مزبوط. يعني الناس اللي ما بتنام 6-8 ساعات أجروا دراسة وقسموا الناس لجروبين، ناس ناموا 6-8 ساعات وناس ما ناموا مزبوط وكانوا عم بيأكلوا نفس نوع الأكل. اللي ناموا منيح قدروا ينزلوا 10-15% من وزنهم أكتر من الناس الباقيين. 10-15% يعني عم نحكي إذا وزنك 100 كيلو 10-15 كيلو فرق كان. فالنوم المزبوط، طبعا الرياضة اللي هي بتعلي لنا السيروتونين اللي هو هرمون السعادة اللي بيريحنا، وبتوطي لنا الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر تبع اللي من بيعلى معنا من عجقة السير ومن الأمور الاقتصادية واليومية. هذا الاسترس كله ليش هلأ نسبة البدانة كتير أكتر من قبل؟ مع أنه إذا أنت بدك تطلع مزبوط، نحن أهلنا كانوا يأكلوا سمنة وكانوا يأكلوا زبدة وكانوا يأكلوا مقالة. أنا بصراحة ديما نحكيها مع ديما نتسألوا السؤال أكتر بكتير لكذا سبب. واحد منهم الاسترس، والتاني منهم أنه نحن بنأكل كتير بروسست فود، يعني مأكولات مصنعة. هن قبل كانوا يعملوا الدهون بالبيت، يجيبوا لحمة الغنم يقلوا الدهنة، أشياء يعملوا، حتى المقاني السوسجز هول كله كانت تنعمل بالبيت. نحن كله هلأ عم نجيب بروسست مصنع فيه مواد حافظة، هيدا الجسم ما كتير بيقدر يظهره. بلس ما تنسى ما كان عندهم أسانسير وفالي باركينج وشفق، يعني هدول كل الأشياء اللي بتخلينا نحن ما نتحرك كل النهار هن كان عندهم إياها. خلينا نسألوا عن الناس اللي تتخلى على نظام غذائي معين أو نظام صحي بصفة عامة. فما ناس تتبع نظام ما يمشيش معاك ولا ناقف ونعود نرجع نغير. هوني ما هي الحل بالنسبة للناس هذوما وشنية تأثيراته؟ أوكي. أكتر الناس اللي بعزبونا نحن بالكلينيك هن الناس اللي ببلشوا نوع دايت وبرجع بغيروا رأيهم، وقريوا شغلة على المجلة والجيران خبرون عن نوع دايت وشافوا شيء على الأونلاين. نحن المشكلة قد ما صار في كم هائل من المعلومات
المتواجدة أونلاين اللي بنشوفه على التي في واللي مصدره مش على طول بروفيشنال. يعني أنت ممكن تقرأ خبر على فيسبوك, طب شو مصدره؟ يعني أنا على طول بقول أنه رجعوا على المصدر. مثل أشياء مثلا لخبرك أنه نحن صرنا 20 سنة بنقول الجريب فروت بضعف, وهذا الشيء منه مزبوط. الأناناس بضعف, الشاي الأخضر بضعف, هو كلهم أشياء مش مزبوطة. في ناس عندها معتقدات خاطئة, غير مثل أنه الموز بينصح, فبقولهم ليه بده ينصح الموز؟ ما الموزة مثل الليمونة, مثل التفاحة, مثل الاثنين أفندي, كلهم نفس الشيء. سو معتقدات الخاطئة بتخلي الناس تروح أكتر أنه تعمل أنواع دايتس منها مزبوطة. وهون كمان بس بدي ألفت نظر أنه الدايتس الغلط هن اللي بخلوك تعمل بلوك. يعني كتير ناس بيجوا لعنا كنيك, شو بيقولوا لك؟ أنا قررت وقف أكل, بيأكل وجبة واحدة بالنهار, ومزبوط بينزل وزنه بالأول كتير لأنه هو كان عم يأكل 4000 كالوري بالنهار, صار عم يأكل 600-700, أكيد بده ينزل. common sense. حتى لو كان عم يأكل هالستمية كالوري فاست فود, مأكولات سريعة, لو كان عم يأكلها برجر وبطاطا مقلية رح ينزل, لأنه هو عمل دروب, نزل من 5000 كالوري ل 1000 كالوري. ولكن الجسم برجع بذكرك أنه هو أذكى منا كلنا. فشو بيعمل؟ بصير الجسم بيقول انه انا ليه بدي احرق 2000 و3000 كالوري ما دام هيدا عم ياكل 600 وعم ياكل وجبه واحده بالنهار؟ بيعمل دروب, ينخفض نسبه الحرق من 2000 ل 600. فبترجع انت تقرر انه تاكل عادي, يعني تعلى 200-300 كالوري, بيزيد وزنك. وساعتها بيجوا لعنا على الكلينيك عم يبكوا, ولهون بقول هيدا رجيم التمر واللبن ورجيم الشوربه كل نهار ورجيم السوائل حيؤدي لنتيجه كارثيه. حتنزل وزن, اول شيء ما حتنزل دهن, حتنزل مي, بالتالي مثل ما نزلتهم بسرعه حتردهم بسرعه, وبهي الفتره حتكون انت نزعت نسبه الحرق تبعك. يعني لما بدك ترجع تروح تصلح هالغلطه حتاخدك دبل الوقت عن الطريقه المضبوطه. غنى بصراحه حسيت كعندك معناها مشاكل كبيره مع الناس يمكن اللي يجيوا كل مشاكل مميته صراحه. يعني حياتي عباره عن 50 مشكله يوميه. واليوم كمان حدا قبل الهوا كان عم بيسالني انه قد ايه صعب يكون عندك اشخاص, كل شخص بدك, لأنه الضعف هو شيء نسبة. أنت جسمك مختلف عن جسمي, أنت زعبرت, غشيت, إجا راس السنة, عنا كتير مناسبات نحن بالبلاد العربية لا تنتهي المناسبات. يعني مثلا اليوم عند في عيدكم بدكم تاكلوا جاتو, أكيد. يعني عرفت قد في عندكم كتير مناسبات. المهم إن شاء الله أنه ديما نقعدوا بصحة جيدة, وإن شاء الله يا ربي أنه هالأنظمة الصحية هذية والحاجات كل واحد يتبعها على حسب جسمه أكيد. ونحن هوني موجودين باش نعطيه النصيحة للناس الكل. الاختصاصية في التغذية غينا صنديد, شكرا ليك على كل هالمعلومات, وإن شاء الله يكون عنا معك لقاءات أخرى إن شاء الله. So much. مشاهدين الآن فاصل أول ونعود بعده لبقية فقرات صباح النور. مشاهدينا مني ومن راوية صباح النور من جديد. شو رأيك راوية قبل متابعة فقراتنا المتنوعة؟ ذهب في زيارة استكشافية إلى مطبخ صباح النور وشاف فؤاد في ولا أشهى. صباح النور مشاهدينا, أهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نحضر طبق الأول اللي هو الرز مع الطوق, طبق كتير مميز. طريقة تحضيره هلا حورجيكم كيف, كتير سهلة. بس بالمقابل بدي أذكر شغلة عن هيدا الطبق. عادة وقت بيكون بالبيت خاصة بالويك أند بيكون عاملين المشاوي, شويين الطوق كذا, ممكن يبقى شوية من الأكل لتاني نهار, خاصة عادة الدجاج وقتها بيبقى حتى تاني نهار نرجع نقدر ناكلهم. نعملهم بطريقة غير مباشرة, يعني بنطبخهم بشكل إنه كأنه عملنا طبق عن جديد. فبهيدي الطريقة نرجع نحن بنستعمل البقايا اللي بقيت من الأكل, مثلا مثل الدجاج الطوق. هلا أنا اليوم أكيد عم بشتغل بالطوق الطازة, يعني مش باقي من عنا. نفس الوقت بس حبيت أذكر هيدي النصيحة, اللي بيقدر اللي بحب يعملها قادر يعملها والطعمة حتطلع كتير طيبة. أول شيء رح بلش بدي أقلي شوي من البصل الجوانح, تقليب بسيط مع رشة صغيرة من الملح. بقلبهم مع بعضهم مثل ما شايفين. أنا كنت حاطط شوي من الزيت لحتى يخلي البصلة تتقلى مظبوط ويطلع منها الخواص. إضافة الملح كتير أساسية هون. هلأ رح ضيف الثوم
وراح اسكر الطنجره لحتى الطعمه تبقى جوا، حتى طعمه البصل تبقى حاصلين عليها ما نفقد من طعمتها اي شيء. هون راح ابلش اقطع الفليفله. هون الفليفله بدي اقطعهم قطع كبيره لسبب انه انا عندي الطاووق قطعهم كبار، فبفضل تكون الخضره اللي ظاهره بالطبق قطعتها كبيره لحتى نحضر نكون نقدم الطبق مستوي ومتجانس كله مع بعضه بنفس الوقت. مثل ما شايفين تقطيع بهذا الحجم، بالاضافه انه ممكن استبدال الفليفله الخضراء بالفليفله الحمراء او الصفراء كمان زيت الشيء الطعمه ما رح تختلف. بس بيختلف شغله انه عاده معروف دائما الفليفله الملونه هي منا وطنية يعني مستوردة، فلهذا السبب بتكون سماكتها سماكة قطعة الخضرة بتجي سميكة. هذا السبب انه نحن بنفضل نزغر قطعة الفليفلة لحتى تستوي معنا بشكل سريع مع الدجاج. هلا هون بنفتح الطنجرة، هيدا السائل اللي عم تطلع على غطا الطنجرة بفضل انه ترجع تنزل لحتى تقوى الطعمة أكثر. وطبعا مثل ما شايفين مشاهدينا هلا مقادير عم تمرق قدامكم على الشاشة، مقادير الرز بالطابوق كثير سهلة وحتى ما بدها كثير تعقيد، يعني المكونات على طول واحد موجودة عنده بالبيت. هلا رح أضيف عليهم الفليفلة الخضراء ورح كمل تقليب، بعدين إضافة الفطر المقطع. هون انا فطر المقطع استعملت فطر المعلب، ممكن استبداله بالفطر الطازج. هون هلا بدي اضيف عليهم البهار الطوق. هلا طبعا بالاسواق بنعرف في كذا نوع من البهار، اللي هو البهار الطوق الاحمر البهار الطوق الابيض. انا اشتغلت على نوعين البهار الطوق الابيض والاحمر، خلطتهم مع بعضهم مع اضافه كثير صغيره للكمون. اضافه الكمون هون رح تعطي نكهه شوي مختلفه عن الطوق، اللي هي بتطعم الرز بتعطيه نكهه كثير مميزه. ودائما طبعا كميه البهار الطوق الابيض والطوق الاحمر نفس الكميه، يعني معلقه بمعلقه، يعني حتى ما يكون الاختلاف بالمقادير. شيف ممكن بس قلنا شو الباز تبعيت كل نكهه، يعني الطوق الاحمر شو بيختلف عن الطوق الابيض؟ الطوق الاحمر بيختلف عن الطوق الابيض بالاضافه بقلبه، يعني هو عاده البهار الطوق هو بهار طعمه الدجاج اكيد، بالاضافه للمحلب او الحلبه، بالاضافه للكزبره اليابسه موجوده بقلبه، وشي بسيط من الكمون والبهار الابيض اكيد. اما الحمراء هي ذاتهم المكونات البهار، اضافه عليها البابريكا وشوي من البهار الاحمر. نعم. هيدا شوي الشيء اللي بيختلف فيهم. هلا عم بقلبهم كلهم مع بعضهم، حتى اذا بتلاحظوا ريحه البهار صارت واصله عندكم، و البهارات اللي عم تتقلى عم تطلع ريحتها بعد عن جد اقوى واحلى. هلا هون خففت شوي النار. خفف النار لضيف عليهم قطع الدجاج. هلا ممكن طبخ الدجاج على جنب لحال وممكن مع الخضره، انا بفضل اذا كانوا نيين انه حطهم مع الخضره وقلبهم لحتى ما بديهم يستووا، يعني بديهم بس امجا ياخذوا طبقه خارجيه من برا اللي هي طبقه صغيره من الاستوى لحتى بس ضيف الرز عليهم وقلبهم واغمرهم بالمرق. كثير صغار عفوا، القطع متوسطة الحجم. القطع متوسطة الحجم، بتعرفي لأنه عادة الدجاج وقتها بيتقلى بيرجع بينطبخ بالماء بده يصغر حجمه. صحيح. فإذا كانوا قطعهم صغار ما بقى حيبين في دجاج أبدا. وهيدا الحجم اللي احنا قطعناه هون اللي مقطعين فيهم، هيدا الحجم كثير بيساعدنا على الاستوى، لأنه طبعا دائما بنعرف إنه الرز بياخذ من 20 ل 22 دقيقة على نار خفيفة، فالدجاج بهيدا الوقت أكيد بيكون استوى. والشيء اللي عم بياكد لنا هيدا الاستوى، نحن وقت حنضيف هلا الرز والمي حنكون تقريبا اخذت طبقه من برا الدجاج طبقه استوى. هلا رح نزل الرز عليهم وكمان ضل بستمر بتقليبهم. هلا برجع بضيف شوي من الملح لحتى اعدل لهم كميه الملح تاعيتهم، كمان بقلبهم. أنا هون بهيدي المرحلة ماني بحاجة لإضافة بقى بهارات، لأنه البهارات اللي ضفتها أنا
صارت كافية. رح استعمل مرق الدجاج سبق ومحضر، بالإضافة كان أنا عم بحضر المرق الدجاج بضيف من البهار الطاووق بقلبه لحتى بالطبخ تقوى طعمة هيدي طعمة البهارات تقوى أكتر وبتعطينا نكهة مركزة أكتر. هلأ حقلبهم هيك مثل ما شايفين مع بعضهم شوي، بتركهم يغلوا على نار قوية. هلأ بس أول ما تغلي بدي خفف النار للآخر على الخفيف، بغطي الطنجرة وبخليهم تقريبا حوالي 20 دقيقة. طبعا هيدا الطبق نحن حرجع حضر بعد شوي معه، أو رح نحضر هلأ حتى الصلصة بدنا نقدمها معه، هي كناية عن لبن مع حامض، عصير الحامض رح ضيف عليهم عصير الحامض، ونعنع اليابس كتير بسيطة ما فيها منا معقدة كتير. رح ضيف شوي من المي لحتى بس انه نكون طرينا اللبن، قلبهم هيك مع بعضهم. إضافة الحامض هون بتساعدني بتخلي اللبن ما يفرط، بيضل اللبن متماسك لأنه الأسيد الموجود فيها هو بخلي اللبن يكمش. إذا بتلاحظوا كيف بصير اللبن متماسك، بصير كريمي أكتر، يعني مثل الكريم بس بيجي كريم طرية منا الكريم سميكة. إذا بتلاحظوا هذا الشيء نحن كتير بيساعدنا بقلب هيدا الطبق. هذا بيتقدم مع الطبق اللي نحن حضرناه. بالنهاية هلأ يعني الصلصة شاف والطبق ولو انه رز بس مع الدجاج والمكونات الثانية خضار بمعظمها خفيف يعتبر، صح؟ جدا خفيف جدا خفيف. انا هلأ بهيدي المرحلة هون وقت حطيت المرق عندي الجزر طحنتهم بالمكنة، ممكن يكونوا مبروشين على الايد كمان بنقدر. هلأ بضيفهم هون، السبب انا حطيت الجزر باخر مرحله لحتى ما بدي اياهم يتقلوا، لانه طبعا الجزر وقتها حيتقلى حتصير طعمه السكر الموجوده فيه ظاهره اكثر. انا بدي اخلي اخذ اللون منها والنكهه بس ما بدي طعمه الحلو تكون ظاهره. بقلبهم مع بعضهم شوي، وهلا بغطي الطنجره وبتركهم على نار خفيفه. وبالنسبه لكميه المي اللي زدناها، كمية مثل الرز كأنه عم نفلفل رز عادي. صحيح صحيح، يعني أنا حتى حدلكم على طريقة كتير سهلة وبسيطة بحال ما كنا عارفين عيار المي. هيدي الطريقة جدا قديمة. بيحطوا المعلقة بالوسط، بنضلنا يحاولوا توقف وقتها، توقف المعلقة يعني عيار المي والملح كتير مزبوط بقلبها. هيدي الطريقة كتير سهلة للأشخاص اللي حابين يتعلموا، خاصة أي نوع رز بيقدر يعملوه. هلا نحن لو كنا زايدين المي أكتر ما رح توقف المعلقة، وإذا كان كمية المي قليلة كمان ما بتوقف، ما بضلها واقفة بهذا الشكل. حلوة هيدي الطريقة. طريقة كتير حلوة، بتمنى إنكم تجربوها. أنا شخصياً رح أجربها أكيد. أنا ماما جربت، دائما بتسأل فبعرفها عنها يعني. شكراً لك شيف، سنكون بأكثر من محطة معك خلال هذه الحلقة. مشاهدينا، ما هي أبرز النشاطات الثقافية والفنية في العواصم العربية والغربية؟ يخبرنا عنها محمد غملوش في الأجندة الثقافية. صباح النور. صباح النور محمد، كيفنا اليوم؟ تمام. كيفك انت؟ ماشي الحال. انا التقيت بامين برا، وصلني فيكم. انا عمل جوله اليوم هيك، بس في مفاجاه انه حنظهر من العالم العربي اليوم. جميل. حلو. صباح النور مشاهدينا، احداثه ونشاطاته عديده ومختلفه ومتنوعه في العالم العربي، وهذه جوله من صباح النور على الاجنده الثقافيه في الوطن العربي، والبدايه من الكويت، والتي كنا قد تحدثنا عنها في الأسبوع الماضي عن مهرجان الجرين تحديدا. أما هذا الأسبوع فتستعد الكويت لاستقبال التظاهرة الفنية السنوية في شهر شباط فبراير من كل عام. تقام فعالياتها بدءا من مطلع الشهر المقبل في 5 حفلات تستمر على مدى أسبوعين على المسرح الوطني المجهز كدار أوبرا بمركز جابر الأحمد الثقافي، الذي يحتضن هذا الحدث الغنائي الكبير للعام الثاني تواليا. ويستضيف مهرجان هالة فبراير الكويت 2018 عددا من الفنانين العرب من مختلف الجنسيات، وتتزامن احتفالات مع احتفالات الكويت المستمرة بعيدها الوطني. يعني ما زالت الكويت تعيش العيد الوطني فيها، والحلو انه جامعين
فن من مختلف أنحاء العالم العربي، لبنان جميل. والخليج. يعني هذه اللي سميتها تظاهرة فنية لم تخطئ فيها، لأنه هي حقا من 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 عام 1999 يقام مهرجان هلا فبراير من دون انقطاع، وهو جدا مهم، لأنه دائما بالمهرجانات الفنية أحيانا تمر أحداث تتوقف بتوقف المهرجان، ولكن هذه المواكبة على إقامة هذا الحدث الفني المهم جدا تحيى عليه الكويت طبعا. وعد زرت الكويت قبل؟ صراحة لا، ولا مرة. أنا صديقي من الكويت بيقول لي إنه خاصة الجو الغنائي والفني وهيك متنوع جدا. الجو الغنائي والثقافي جدا جدا عالي بالكويت، يعني أنا حصل لي فرصة إني تواجدت بالكويت لمدة شهرين متواصلين ورا بعض. في ذوق ثقافي وفي إقبال من الكويتيين كتير كبير على القراءة والتذوق الفني والثقافي مثل ما ذكرنا. وحتى لكل يلي ما زار الكويت، يعني هذه الأجواء موجودة على كافة وسائل الإعلام عن الكويت، فأي مشاهد عربي على اطلاع بالأجواء الثقافية والفنية وغيرها للكويت. تحية للكويت ولشعب الكويت. ومن الكويت نذهب إلى سلطنة عمان، حيث سيستمر مهرجان مسقط حتى 10 فبراير المقبل، المهرجان الذي ينطلق أصل اليوم في دورته 18 بحلته الجديدة تحت شعار لنحتفل معا. باقة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية والسياحية، بالإضافة إلى الاقتصادية والعلمية، والتي تراعي اهتمامات مختلف الأعمار، وتتوزع فعاليات المهرجان في مناطق ومواقع عديدة، فمن منتزه العميرات ومنتزه النسيم العام، إضافة إلى الجمعية العمانية للسيارات، وعدد من القاعات والأندية الثقافية، وطواف عمان الذي يمر عبر مسارات محددة في عدد من محافظات السلطنة، بالإضافة إلى الفعاليات الغنائية والمسرحية والفنية المنوعة التي تقام على مسرح المدينة وفي مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. وعلى فكرة نحن كان لنا فرصة صباح النور أن نلتقي بممثلي سلطنة عمان في معرض الكتاب ببيروت، وتعرفنا أكثر على نشاطات في السلطنة وكم هي كثيرة. يعني أنا صراحة تفاجأت، يعني كل فترة في نشاط، إن كان ثقافي وإن كان علمي وإن كان ترفيهي. مهرجان مسقط بطبيعة الحال جامع كل أشكال النشاطات في مهرجان واحد. صحيح. نستكمل ونصل أو نستكمل جولة الأنشطة الثقافية في عالمنا العربي، وهي كثيرة ومتنوعة، والوجهة هي السودان. انطلقت فعاليات مهرجان السودان للسينما الأحد الفائت، والذي تنظمه سودان فيلم فاكتوري، ويستمر حتى 27 يناير المقبل، يعني من 27 يناير الحالي، تحت رعاية وزارة الثقافة السودانية. ويشارك بالمهرجان 65 فيلما تمثل السينما السودانية والعربية، بالإضافة إلى السينما العالمية. وتتنوع الأفلام من وثائقيات إلى أفلام قصيرة، وتعرض في 8 مواقع من مدينة الخرطوم. كما يتضمن المهرجان 4 ورش عمل متنوعة حول الحركة واللقطات، وهي مخصصة للسينمائيين، وتصميم الأزياء والتصوير السينمائي. يعني مشي حلو أنه شامل، بالإضافة لعرض الأفلام، عمل ورش عمل اللي عندهم شغف بهذا الموضوع. ضروري أكيد للتطور الدائم ومواكبة كل الجديد. تحية أيضا للسودان يلي عم يمرقوا بظروف صعبة، ولكن رغم أي شيء مستمرين بهيك السعي نحو التقدم الفني والثقافي. كان لازم حدا مننا يخبره لأمين أنه في هيك مهرجان، لأنه منعرف قد ايه مهتم ومهووس بالسينما. ولا سارة كمان منعرف. ولا سارة صحيح. سنذهب إلى العاصمة الفرنسية باريس، وتحديدا مع معهد العالم العربي في باريس، حيث ينظم معهد العالم العربي هذا العام مجموعة من الفعاليات الثقافية التي تشكل نافذة للمثقف العربي على الجمهور الأوروبي. وكان المعهد قد أطلق معرض التاريخ لا يهتم بالأشجار ولا الموتى، والذي يستمر حتى 11 من فبراير المقبل، ويعرض لوحات فنية وصور فوتوغرافية تبرز تاريخ وحاضر العالم العربي بأعمال قديمة وحديثة ومعاصرة من مختلف ومن مقتنيات متحف معهد العالم العربي. ويأتي هذا المعرض ضمن فعاليات عديدة أخرى ينظمها على مدار العام الحالي، والتي سنأتي عليها لاحقا في الأجندة الثقافية. أنا على فكرة صدمت بعدد الفعاليات التي سيقيمها المعهد هذا العام، وهي مختلفة ومتنوعة بشكل رهيب، يعني بين العلمية إلى الثقافية إلى الفنية إلى آخره. جميل أن تعكس يعني الثراء العالم العربي في الخارج في باريس. يعني من لا يعرف العالم العربي، خاصة بظل الأجواء اللي بنعيشها وبظل تشويه صورة العالم العربي والعالم الإسلامي الذي نعيشه، مهم جدا هكذا مرآة إيجابية. صحيح. والمعهد على فكرة ويعمل على
سنين طويلة على مدار سنين طويلة صحيح. ومن أنجح المؤسسات العربية في الخارج يعني مستمر منذ فترة صحيح. في باريس صحيح يعني في أسماء كبيرة من العالم العربي إلى جمهورها صار في كل الفعاليات يلي بتصير بباريس وللمناسبة بنذكر هلأ أسبوع الموضة في باريس يلي بيستقطب ناس من كل أنحاء العالم أبرز وجوه هن عرب مصممين عرب وخاصة اللبنانيين كمان من وجههم الحية صحيح يعني لطالما خاصة اللبنانيين برزوا في هذا المجال في مجال تصميم الأزياء صحيح صحيح ختاما إلى قطر وتحديدا مع كتارا والتي عودتنا على نشاطات متميزة وهادفة ومتنوعة هذه المرة إلى فن من الفنون الراقية وهي النحت على الخشب حيث يستمر معرض النحت على الخشب للفنان عبد العزيز الكواري حتى 30 من يناير الحالي وعرض ما يصل إلى 35 منحوتة للكواري تنوعت لتشمل التراث والتاريخ القطري مستخدما في صنعها الأخشاب المعروفة بجودتها وصلابتها مثل الزان والسنديان والبلوط والجوز والتيك من ألمانيا وأمريكا وأفريقيا بالإضافة إلى الهند ويعد فن النقش على الخشب من أرقى وأقدم الفنون ليتجسد في هذا المعرض بين تألق عمل النحات وبين تصوير التراث المحلي الخلاب على لوحات خشبية ومعرض يومي يستمر من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء وللتذكير يختتم في 30 من الشهر الجاري على فكرة فن النحت على الخشب يعني من أقدم الفنون التي ترافق مع البشر عبر الحضارات فن يعني. راقي جدا جدا وحتى يعني مكلف إذا أردنا اقتناء هيك قطعة خشبية منحوتة هو شيء يعتبر من الفن المقدر جدا الملفت بكتارا دائما بنظموا فعاليات يمكن بيركزوا فيها على التاريخ والتراث القطري ولكن بقالب يعني فيه كتير من الإبداع صحيح. والتجدد وعوامل عدة تجذب المتابعين من جميع أنحاء العالم صحيح. فعن جد كل يعني بتحس أنه مستوى راقي جدا من الأحداث والنشاطات الجدير بالذكر عن تحديدا هذا المعرض اللي هو بكتارا أنه دائما اللي بيشتغلوا خشب نحت على الخشب بنلاقيهم ببعض الدول التي لا تهتم بهذه الحرف القديمة بنلاقيهم أصبحوا معدودين على اليد موجودين بسوق قديم ما حدا بيعطيهم حقوقهم ما حدا بيلقي الضوء على أعمالهم ومنحوتاتهم اللي هي بحد ذاتها منحوتات فنية بقطر وتحديدا بقطارة عم بيتم إقامة معرض كبير لهم ودعمهم وهيدا توجه يعني ليس فقط لقطر وإنما لكل دولة تعطي أهمية لفنانينا وبتركز على هذه الحرف اللي هي أصلع عربي صحيح. ويجب أن نهتم كانت بها. قطارة من فترة على فكرة كمان استقبلت نحات على الخشب إيران الجنسية يعني تتنوع هذا الاحتضان مهم صحيح جدا صحيح وعلى فكرة أنا جلت على الإنترنت داخل هذا الحي الثقافي من مسرح الدراما إلى يعني حي كأنه مهيأ فقط لاستقبال هكذا نوع من المناسبات يعني هو يعني طريقة عمار هو أصلا قديم جدا وتم إعادة ترميمه ويعني هو حي ثقافي تقليدي انت يعني ذهبت إلى كتارة من قبل نعم يعني كل الأشخاص الموجودين النحاتين الذين لديهم حرف موجودين بالحي الثقافي بكتارة ونحن في صباح النور ألقينا ضوء على صحيح. عليه عدة مرات يعني صحيح. لأنه صحيح. فعلا بيستاهل وبيستاهل أنه يشوفوه المشاهدين صحيح. على كل حال شكرا لك محمد شكراً على كل فقراتك الغنية دائماً ابقى معنا سنذهب الآن إلى السودان مركز سيما لحقوق المرأة والطفل واحد من مراكز عديدة تعمل في مجال حماية حقوق المرأة والأطفال في السودان المركز ينشط دائماً في تقديم الخدمات للضحايا بطرق مبتكرة وعبر قنوات تشمل خدمات قانونية وصحية واجتماعية واقتصادية الخدمات التي يقدمها المركز مجانية للضحايا ويتم احتواء الضحايا ودعمهم نفسيا كذلك يهتم المركز بتدريب مختلف الفئات العمرية والمهنية خاصة الأطباء والمحامين والإعلاميين في كيفية تقديم الخدمات لضحايا العنف طبعا المركز هو يعمل بمجهودات مشتركة وساهم في التقليل من نسبة العنف والتعنيف ضد السيدات والأطفال والعنف المنزلي والتحرش والاغتصاب عبر ورش عمل ودورات تدريبية وحث الضحايا على الكشف عن ما حدث لهم من أجل حمايتهم وحماية غيرهم مستقبلا المزيد عن مركز سيما في السودان نتابعه في هذا التقرير We'll be right back.
قبل 10 سنوات تأسس مركز سيما لحماية حقوق المرأة والطفل. الاسم مستوحى من أسماء ضحايا تعرضوا للعنف واستطاعوا تجاوز محنتهم. ناهد جبر الله أسست المركز بمجهودات فردية وجماعية، معظم العاملين في سيما سيدات من تخصصات مختلفة. أنا خريجة كلية العلوم جامعة الخرطوم، وباهتمامي الشخصي تحولت لمجال حقوق الإنسان، وبدأت دراساتي في مجال حقوق الإنسان في كلية القانون جامعة الخرطوم. أيضا عملي في مجال التصدي للعنف، وبالتحديد كنت أعمل في مجال التصدي لختان الإناث في مشاريع مشتركة بين يونيسيف، يونفبي وحكومة السودان. جعل تركيزي أكثر على مجال العنف، ومن هنا جاءت الفكرة أنه بما أنه يمكن خلق تغيير في حياة شخص يتعرض للأذى، إذن من الضروري وجود هذا العمل بشكل مؤسسي نضمن الاستمرارية. كانت فكرة إنشاء مركز سيما في عام 2008، وحتى الاسم سيما هو اختصار لحالات عنف كنا جزء منها على المستوى الفردي، وكانت هي حالات ملهمة في أن ننشئ ونؤسس هذا المركز. الخدمات التي يقدمها مركز سيما تركز على التدريب ورفع القدرات لتوعية أفراد المجتمع عبر ورش ودورات مستمرة. الجزئية الخاصة بالتدريب هنا في المركز بنعتبر إنها هي جزئية مهمة جدا، من خلالها نحن بنحاول إنه أو بنساهم في الجهود المبذولة لإنه نمنع الانتهاكات ضد النساء والأطفال، أنواع العنف المختلفة. فبنفتكر إنه مسألة بتاعت رفع الوعي، واللي هي بتكون من خلال وسيلة التدريب كوسيلة عندنا وسائل مختلفة، هي مسألة مهمة جدا. مقدمو الخدمات للسيدات والأطفال ممن تعرضوا للعنف من فئات مهنية وعمرية مختلفة يتدربون على كيفية تقديم الدعم اللازم. نحن مفروض ننشر الوعي كيف؟ مفروض ننشر الوعي في الأوساط حولنا، يعني في بيتك، في الناس حولك، ابتداء من ناس بيتكم، محل شغلك، أصحابك، مجتمعك، أي حتة أنت بتتواجد فيها مفروض تنشر فيها الوعي. ويقدم مركز سيما خدماته بشكل مجاني تشمل الدعم النفسي والقانوني والاقتصادي أحيانا عبر قنوات عمل مختلفة، وخلق شراكات مهنية مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني. يعني واحد السودان هو أكثر بلد بحاجة لهكذا مؤسسات وجمعيات تعنى بشؤون المرأة، خاصة بأنه بظل ارتفاع نسبة الفقر بالسودان، تعنيف الكبير جدا للمرأة. يعني امبارح كنت عم بقرأ عن إحصاء للأمم المتحدة، أكثر من 40% من النساء السودانيات يعشن في أو جربنا شكل من أشكال العنف، كان اللفظي والكان الجسدي، وهذا أرقام جدا خطيرة. وللأسف راوية يعني هذا الأمر ينسحب على كافة الدول العربية وأصلاً كافة دول العالم. المرأة لا تزال كائن يتعرض للتعنيف سواء اللفظي، الجسدي وغيره من أشكال العنف. واللافت أنه مركز سيما كما رأينا في هذا التقرير يعني يؤمن الرعاية الشاملة للمرأة المعنفة والطفل. يعني علينا أن نفهم أنه المرأة المعنفة بدأ دعم قانوني، بدأ دعم مادي، لوجستي، مكان الإقامة، والدعم النفسي أيضا. يعني أي دعم واحد من هول بدون تنين بتكون بعدها ضعيفة وغير محتضنة وبحاجة. صحيح. يعني مشاهدينا، من هذه المؤسسات والجمعيات الحاضنة للمرأة إلى هذا الفاصل، نعود بعده لمتابعة باقي فقرات صباح النور. ابقوا معنا. وعدنا إليكم من جديد مشاهدينا. صباح النور وعد. صباح النور أمين. صباح النور لكل المشاهدين. علينا وقفتنا السياسية الثانية مع الزميلة فرح فواز ومع الخبر.
صباح النور مجددا أمين ووعد. صباح. أهلا بكم من جديد، وهذا موجز لأهم الأخبار. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من التقارير حول اعتقال رئيس أركان الجيش المصري الأسبق والمرشح لانتخابات الرئاسة المصرية المقبلة الفريق سامي عنان، ومنظمة العفو الدولية تعتبر أن توقيفه يظهر تجاهلا صارخا لحقوق حرية التعبير. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحث تركيا في حديث هاتفي مع نظيره رجب طيب أردوغان على الحد من عملياتها العسكرية في شمال سوريا، ويحذرها من إدخال القوات الأمريكية في صراع مع نظيرتها التركية. بعثة الأمم المتحدة الخاصة في ليبيا تقول إنها منزعجة من تقارير عن عمليات إعدام وحشية دون محاكمة في مدينة بنغازي في شرق ليبيا، وذلك بعد انتشار صور إعدام 9 سجناء على الأقل في موقع التفجيرين اللذين وقعا يوم الثلاثاء. روسيا تنفي في بيان أن تكون قواتها أو قوات النظام السوري وراء الهجوم بالأسلحة الكيميائية على الغوطة الشرقية في سوريا في 22 من يناير كانون الثاني، وتقول إن الهجوم لم يتأكد بعد. مسلحون تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية يقتحمون مكتبا لهيئة إنقاذ الطفولة في مدينة جلال أباد الأفغانية، ويشتكون من قوات الأمن مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 25. من موجز الأنباء مشاهدينا ننتقل لجولة على بعض المقالات المختارة من الصحف العربية، ونبدأ مع صحيفة العرب الجديد التي اخترنا لكم منها مقالا للكاتب علاء بيومي بعنوان مصر درس السنوات 7، أجرى فيه قراءة للتحول السياسي في مصر بعد 7 سنوات على الثورة. وقال: مرت 7 سنوات على خروج المصريين للمطالبة برحيل حسني مبارك وبالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وما زال بعضهم يتصارعون على دور شخصيات أو جماعات بعينها في إفشال تجربة التحول للديمقراطية. واعتبر الكاتب أن عملية التحول الديمقراطي في أي بلد تتطلب إعادة توزيع الثروة بما يضمن قدرا من المساواة بين المواطنين، وإعادة بناء السلطة السياسية للحد من نفوذ القوى والمؤسسات غير المنتخبة على صناعة القرار كالجيوش ومؤسسات الأمن المختلفة. ليخلص بيومي إلى القول: التغيير الحقيقي لن يأتي قريبا أو بسهولة، وسيتطلب التعاون مع كثيرين من أنصاف المؤمنين به، وهم الغالبية العظمى من المواطنين في بلاد تربت على عيون الاستبداد. ونبقى في الشأن المصري مع مقال من زاوية رأي القدس في صحيفة القدس العربي بعنوان لماذا اعتقل الجيش المصري رئيس أركانه الأسبق، حيث اعتبر المقال أن حادثة اختطاف عنان وقبلها وقعة ترحيل الفريق أحمد شفيق من الإمارات بعد إعلانه رغبته في الترشح وإجباره على اعتزال السياسة، وأيضا سجن العقيد أحمد قنصوى لإعلانه رغبته الترشح، كل هذه الأحداث توضيح الواضح، وهو أن الرئيس المصري لا يريد عمليا أي منافسين حقيقيين له في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويكمل المقال: قد أدى السياق التاريخي الذي جاء بالسيسي رئيسا إلى مركزة هائلة للسلطات في يد فئة محددة هي مجموعة من ضباط القوات المسلحة والمخابرات العسكرية، وهو اتجاه لا يني يتعاظم ويهرس في طريقه حتى كبار قادة المؤسسة العسكرية السابقين أمثال عنان وشفيق. وتكمل الصحيفة: من المفارقات التاريخية أن مواجهة ثوار 25 من يناير كانون الثاني للمخابرات العامة والداخلية أدت إلى ضرب هاتين المؤسستين، وهو ما استغلته المخابرات الحربية التي كان السيسي رئيسا لها، فانتقلت ملفات البلاد إليها من مؤسسة أمن الدولة التي كانت الأقوى بين تلك المؤسسات. ليخلص المقال إلى التساؤل التالي: مع اعتقال عنان وتجريمه وانسحاب المرشح المدني خالد علي من الانتخابات وإعلان السيسي ترشحه، يصح التساؤل: ما هو معنى أن تقوم انتخابات أصلا؟ ولماذا يصر الدكتاتور على لعبة لم يحترم أركانها؟
ونختم هذه الجولة مشاهدينا مع مقال من العرب اللندنية بعنوان انتخابات على الطريقة العراقية للكاتب فاروق يوسف. تناول فيه ملف الانتخابات العراقية وتساءل أين ذهبت الأصوات التي كانت تطالب بتأجيل الانتخابات العراقية، وقال: بين المطالبة بالتأجيل والموافقة بالإجماع مرت أيام قليلة لم يحدث فيها شيء ما يمكن اعتباره سببا لتغيير الموقف، أما أن تكون تفاهمات وتسويات قد جرت في الخفاء فإن ذلك يمكن التكهن به في بلد كالعراق. سياسيوه لا مشروع خدمي يحكم حركتهم بقدر ما تتحكم بهم مصالحهم الشخصية. وأكمل الكاتب: وإذا ما عرفنا أن النواب السنة والأكراد المطالبين بتأجيل موعد الانتخابات هم اليوم في أضعف أحوالهم، فإنه يمكننا أن نفهم لما استدركوا الوضع قبل أن يتم الاستغناء عن خدماتهم، وهو ما يمكن أن يتم بيسر بعد أن صار المزاج الشيعي يميل إلى تنفيذ مشروع رئيس الوزراء السابق نور المالكي في حكومة أغلبية سياسية، وهو تعبير مجازي عن حكم الطائفة الغالبة. وتابع الكاتب: إن تخلي دعاة تأجيل الانتخابات عن مطلبهم بالطريقة التي حدث من خلالها يعني أن أولئك النواب قد استسلموا بطريقة لا تقبل الشك لإملاءات الأحزاب الشيعية خشية أن يتم استبعادهم من العملية السياسية، الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى انقطاع مواردهم التي هي ثمن مشاركتهم في تسويق العملية السياسية. وختم الكاتب بالقول: فإن الانتخابات المقبلة في العراق لن تكون سوى محاولة لإطفاء نوع من الشرعية على إجماع لم يجري إلا بسبب إفلاس الطرفين الكردي والسني بعد أن تسببا في إلحاق الأذى بالمناطق التي يمثلانها. ومع هذا المقال مشاهدينا نختم هذه الجولة على المقالات المختارة. نشكركم على طيب المتابعة وألقاكم على رأس الساعة المقبلة. الآن عودة للزملاء. شكرا لك فرح، وان شاء الله اكيد انه نتقابلوا معك في الساعة المقبلة. الان مشاهدينا نمشي نعملوا طلع على شيف ومطبخ ولا اشهى. صباح النور مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم. اليوم عنا الطبق الثاني اللي عم حضره كبة البطاطا بصلصة الثوم والحامض، فعلا طبق كتير مميز وخاصة طريقة تحضير الكبة تاعيته. أنا هلأ خصصت هذا الوقت لحضر الكبة لألكم لحتى نشتغل الوصفة كاملة، لأنه بعد شوي أنا حكمل يعني تحضير تقريص الكبة وتحضيرهم لحتى نقدر نقدم الطبق مثل ما هو. عندي البرغل الأبيض الناعم، أنا هون المي اللي سلقت فيها البطاطا مرة واحدة خليتها، رح أضيفها شوي على البرغل، زدت كمية جدا بسيطة لسبب أنه أنا بالوصفة محضر الكبة مع الحليب، يعني إذا كترت المي حأوصل لمرحلة ما راح أحصل على عجينة مثل ما لازم. البطاطا مثل ما شايفين هرستها بالمهرس الخاصة، راح ضيف شوي من الملح، طبعا دايما البهارات تفضل أنه ضيفها مباشرة على البطاطا لحتى البطاطا نوع من أنواع النشويات اللي بتاخد ملح كتير، يعني دايما كمية الملح لازم تكون زيادة لأنه البطاطا عادة تسحب منيح من الملح. قشرة صغيرة من الكمون، بهار الأبيض والحبق اليابس. ممكن نحط الحبق الأخضر ما في مشكل، بس أنا أفضل اليابس أنا بتعطي نكهة غير. طبعا مثل ما شايفين المقادير عم تمرق قدامكم على الشاشة. بلشت أنا عم بخلط البطاطا مع البهارات والملح، هلأ رح أضيف عليهم البرغل، هلأ رح أضيف عليهم الحليب السائل. دايما الحليب بضيفهم على مرحلتين لحتى ضلني احصل على العجينه متماسكه. هلا رح بلش اعجنهم مع بعضهم بهذا الوقت، هيك رح تكون صارت نوعا ما العجينه جاهزه معي. البرغل
بده تقريبا حوالي 5 دقائق ليرتاح ليتشرب كل السوائل الموجودة بقلبها وبتكون فعلا صارت الكبة جاهزة معنا. بدي ارجع اعمل لهم شكل الاكراس الكبة بتكون صارت جاهزة لنرجع احضر انا وياكم بعد شوي الصلصة مع الرز اللي حيتقدم معه الرز مع السمسم. هلا رح ارجع لعندكم وعد وامير واكيد انطروني بعد شوي كيف حنكمل الصلصة والرز. اكيد شاف شكرا لك. ان شاء الله راجعين لك شيف علين نمشي ونحكي في موضوع هكا ثقافي وفني بامتياز وعد. ضيفنا علين مشاهدينا هو شاعر وممثل مسرحي وتلفزيوني استخدم فنه كصوت يخبر قصة شعبه ولأن طريق الفن الملتزم ليس سهلا ولأن الفنان صاحب القضية لا يكون طريقه بالضرورة مفروشا بالورود نستقبله اليوم معنا في استوديو صباح النور ليخبرنا عن قصته منذ أن ولد في قرية الزبيب في عكا وحتى اليوم. نرحب بالشاعر والممثل الفلسطيني وليد سعد الدين في فقرة بروفايل. صباح النور. صباح النور استاذ وليد. صباح الخير. بكم معنا في برنامج صباح النور. اذا من جسر الباشا وتل الزعتر برج البراجنه صبره وشتيله انتهاء بمخيم عين الحلوه، هالمخيمات هذه كلها مررت بها حضرتك في مسيرتك وحتى من قبل ما تبدا في المسيره الفنيه اكيد انه كان عندها اثر كبير عليك، لو كنت تخبرنا اكثر. بالحقيقه الله يسعد صباحكم. يعيشك. صباح النور لجميع مشاهديكم لهالقناه الرائعه. شكرا لك. صحيح يعني نحن من الأساس خلقنا عشنا في إطار مخيم بيئة معروفة إن كان من ناحية السكن أو من ناحية الشارع أو من ناحية الكهرباء أو من ناحية المي، تعودنا من صغرنا على هذه المشاكل، كبرنا وكبرت معنا يعني إن كان زي ما حكيت من جسر الباشا لتل الزعتر إلى باقي المخيمات. هلأ بهاي المسيرة هذا الهم صار بالنسبة لنا زي نغم، يعني في كتير ناس الآن هاجروا فبيجوا بيقولوا اشتقنا لصوت الشتاء على الزينكو. هذا الشتاء كان سبب بأنه الواحد يعتبرها موسيقى تصويرية لأي عمل فني بده يشتغله، ساعة بتكبس قوية، ساعة هاي الشتاء بخف، ساعة بتلاقي في تلج، هذا التلج بيكون شيء رائع يعني بزيد على الموسيقى شيء تاني، لكن هذه الموسيقى كان سببها كثير من الأمراض اللي نحن عشناها إن كان أمراض المفاصل، البرد، الروماتيزم، الجريب إلى آخره، فكبرنا وكبرت هالقضية معنا، فصار الواحد من خلال وجعه من خلال معاناته بده يحكي. لقيت أنا شخصيا المسرح هو يعني أهم وسيلة ممكن الإنسان يحكي عن وجعه وعن همه للآخرين. نعم. عبر قضايا عديدة يعني مطروحة كانت وما زالت حتى الآن للأسف بعد 70 سنة من اللجوء ما زلنا حتى الآن عم نعيشها. يعني حضرتك بدأت بالمسرح مثل ما قلت ولكن عرفت أكثر بالدراما وبالتلفزيون. صحيح. يعني حضرتك معروف كسمعان في قيامة البنادق وفي مسلسل زمن الأوغاد أبو موسى وأيضا في الغالبون بشخصية عماد. نعم. خبرنا عن الاختلاف بين التجربتين بين المسرح والتلفزيون. المسرح عالم جميل جدا. مرقت فترة صرنا نشتاق لريحة الخشب فيه. صح. لريحة المسرح يعني ريحة هاي الريحة اللي بتعني لنا كتير شغلات بالنسبة للي بيشتغل مسرح. المسرح عالم جميل رائع. البرافو تاخديها مباشرة يعني البرافو مباشرة بتشوفيها بعيون الناس من خلال تصفيق من خلال التصوير من خلال الصوت فالمسرح هو كان أساس شغلنا بالأساس. الآن المسرح أمام التكنيك والتكنولوجيا والإنترنت تطور إلى آخر التطور فالمسرح خف فاضطرينا نلجأ للتيفي. مرينا بهي التجربة، التجربة كمان الحمد لله من خلال قناعتنا نجحنا فيها. فتنا بمسلسلات عديدة يعني وكان طبعا غير اللي ذكرتهم كان عندنا شغلات جميلة جدا. أكيد. مشاركات طبعا كأنا ضيف شرف من فلسطين في كتير من المسلسلات عملت مثل أمير الليل مع ست منطايع من وجهة لتحية مع رامي عياش أيضا
بنوجه له تحية مع جروب العمل. اشتغلنا بدرب الياسمين مع الأستاذ إلي حبيب، اشتغلنا بعين الجوزة، الآن طبعا عم بيعرضوا على المحطات. فعندنا كان كتير مشاركات. التيفي عالم آخر، التيفي يعني كل حدا بيشتغل لحاله، يعني ما في هلا آخر شيء التفاعل لل... لا التيفي لا مش مش في ما في هذاك التفاعل. ممكن انت تصوري مشاهدك بمكان، انا بصور مشاهدي بمكان اخر، بعدين في شيء اسمه مونتاج بيجمع المشاهد والى اخره. غلطتي مثلا مره ففيك تعيدي 10 مرات حتى تعالجي الغلط. بالمسرح لا، المسرح الغلط تسجل انتهى، ما في رجعه. فمشان هيك بالمسرح في الصوت، مخارج الحروف، الكلمة تكون واضحة، حتى المسج، لأنه خلص الغلط غلط. اثنين، المسرح دائما الوجه بده يكون مقابل للناس للجمهور. بالتيفي مش شرط، بالتيفي ممكن أنا أكون قاعد هيك، هالكاميرا هي بتيجي لعندك بتاخد اللي بدها إياه، تاخد وجهي جميل، تاخد وجهي مثل وجهك مثل وجهك، تاخد وجهي بشع، بتاخد. فهذا العالم أوسع، عالم السينما بيخوف أكثر أكيد. نص المسرح فبتلاقي 20 أو 30 صفحة، تي في بتلاقي بتعبي 14 كرتونة، السينما أقل من نص، أقل من نص المسرح. لأنه بالسينما ما في ضرورة أقول أنا رحت لعند شادية، لا، الكاميرا بتروح لعند شادية، يعني ما في حوارات كتير، في تصوير أكثر. صحيح، على عكس المسرح. نعم. أنا أستاذ وليد بصراحة حبيت نسألك، أنه أنت دائما تذكر دعم والدك ليك، وخاصة في الفن وفي القضية، قديش هالدعم هذايا من عند الأولياء أو من عند الآباء والأمهات يساعدنا في أنه نواصلوا في مسيرتنا الفنية، وأكيد أنه تكون تحكي هموم القضية؟ هو الأساس بالحقيقة، دعم الوالد، دعم الوالدة، تشجيع، هو الأساس، هو الأساس بأنه يبني شيء عندك، الباقي عليك. يعني يعني الأساس أنه يقول لك برافو. هاي البرافو بمجتمعنا العربي في خجل برجوازي فينا نسميه، فما تعودنا نقول شكرا، ما تعودنا نقول برافو، ما تعودنا نقول عافاك، لا، لازم نقول شكرا، لازم نقول برافو، لازم. فالشكر نعم بالأساس للتربية، ربونا، حظي حلو أنا ممكن أنه الأهل شجعوني، وهذا كان سبب بتثبيت قناعاتي بهذا العمل. هاي مبدأ، يعني بمعنى وبلش هواي لكن تحول إلى مبدأ عندك. فمشان هيك اللي بيشتغل بكثير من الأحيان بأعمال وطنية فبيكون حظه قليل بالأعمال التجارية، فلأنك أنت اخترت طريق هو غير قابل للبزنس، يعني غير قابل للتجارة، غير قابل للبيع والشراء. فاليوم الأغلب بالأغلب بيختاروا أنه قديش هذا بده يربح، قديش هذا بده يجيب للمنتج أو لشركة الإنتاج. أما العمل الوطني اللي نحن اخترناه لا يتوخى الربح، فمشان هيك بتلاقي الأعمال أقل شوي من غيرها، بس أنا سعيد فيها، أنا مبسوط، لأنه من خلال عم بحقق نفسي، عم بحقق ذاتي فنيا، وطنيا، عربيا، عالميا. فأنا سعيد، بلشت من خيمة لبيت سقف زينكو إلى بيت متواضع شبابيك مهترية. بدك تمثل، بدك تبدع، بدك تتقمص شخصيات، لكن تحت الشباك في 14 ولد عم بيلعبوا فوتبول. بس الفوتبول هو مش كرة اللي بنعرفها، الفوتبول هو عبارة عن علبة حليب، تخيل. أوه. علبة حليب فاضية عم بيلعبوا فيها، عم بيشوط بعلبة الحليب، وشوف علبة الحليب بس تكون فاضية وتشوطها وتروح قد شو بدها تطلع صوت، وانت هون مضطر، في نص بدك تحفظه، في نص بدك تطلع قدام الناس تقول آخ يا وطننا، الله يلعن الغربة، ظلام يتجذر بالممرات لا محال، فأصعب ما في الحياة بكاء الرجال. هذول بدك تطلعهم كيف؟ هذول طلعوا من رحم المعاناة، من وجعك، مش لأنك أنت غاوي تحكي كلام جميل أو تحكي كلام حلو. كلياتنا نجيد فن الحب، وكلياتنا بالوقت نفسه نجيد فن الطخ، نحن منطخ،
بس بنعرف نحب. تعلمنا كيف نطخ وكيف نحب. صار في اختصاصات. صار في هذا بطخ، هذا بحب، هذا بيكتب شعر. شوف انت رح تكتب قصيدة بهذا الجو اللي انا عم بوصف لك اياه. شرايط كهرباء نازلين، ولد الكهرب، انت قاعد عم تدرس هلا، مي نازلة، مجارير لحديت هون، بدك تروح على تي في جميل مثل هذا التي في، لازم يكون عندك حذائين، حذاء للمخيم لانه بده ينتلي وحل ومي وما بعرف شو، وحذاء بتكون رابطه بكيس مشان بس تطلع بالمخيم تلبسه حتى يكون مظهرك لائق. فاحنا نجيد فن اللباقة والحب واللبس، لكن في بعض احيان الشتاء هو بحبنا، المرض من زمان صحبة نحن وياه، فنحن مضطرين نتعايش معه، مضطرين، لأنه النهاية هو العودة إلى الوطن. نرتاح من كل هاي المأساة، منحب الزيتون ومنحب العالم ومنحب الشعر، ونعمل كنا مسرحنا من شقف كرتون، هلأ اتطورت صار في مطابع تعمل، صار يساعدنا لتوصيل رسالتنا. فشكرا لله. الحل النهائي أن يكون عندك وطن، مش حكومة. نحن الحكومة بتروح وبتيجي تتغير الأمر. بدنا أرض، بدنا وطن حتى نعيش بكرامة، وهذا حقنا الإنساني، حقنا الطبيعي يكون عندك وطن مثل أي إنسان. مشان هيك منقول اللي عنده وطن يتمسك فيه بكل مشاكله، بحبه بكرهه، بجماله ببشاعته. الوطن جميل، ونحن عم نقوله مش شعر، لأنه إحنا محرومين من وطن، إحنا بدنا أرض ننطلق منها. والله مستعد. طبعا أنا جاي على هذا الاستديو عم بحكي لصديقي بقول له هذا جسر الباشا، حتى الآن ما زال أرض جرداء بالمناسبة، وهذا مخيم تل الزعتر. بكيت قبل ما أوصل، بكيت انوجعت، لأنه الجرح بعده مفتوح، جرحنا كفلسطينيين بعده مفتوح للأسف. فهذا كله بدك تطلعه بجملة مفيدة، كفلسطيني بدك تطلعه بجملة مفيدة، وبجملة على طريقة فنان، على طريقة إنسان، لأنه الفنان هو إنسان. فمشان هيك ببعض أحيان طورت الأمور، هلأ صار بالجرور عندي، صار عندي جرور مش كرتوني، يعني بالأول كنا نحط بالكرتون أو عينة بكرتوني، ويجي الجردون بعض أحيان يأكل نصهم، يمكن البسة تنام بقلب الكرتون تشيله مشان تقيم نص، لا هلأ صار فيه جرور. فالجرور صار فيه لله الحمد، يعني هذا الشهر عندي 4 أعمال، فعم تعيش بعالم آخر غير واقعك، يعني ساعة بك تكون سمعان، ساعة بك تكون محمد، ساعة بك تكون جورج، ساعة بك تكون إيتان ضابط إسرائيلي ساعة. وهذول الأدوار أنا بحبهم، يعني إذا سألتيني أو سألتوني أنه ليش بتختار أو ليش بيختاروا لك دائما دور الشر، ففي أصحابي بيزعلوا مني أنه يا أخي طب ليش بس دور الشر، ليش ضابط إسرائيلي، ليش دائما عميل. لا، ما في أجمل ما أنك تورجي الوجه البشع لعدوك، كتير مهم، أنا بتلذذ فيها. حلو حلو. طبعا يعني الصهيوني، هذا اللي وصل الصهيوني المحتل عم بيعمل مليون قصة، من مجازر، من قتل، من إبادة، من تهجير، من تهويد. تخيل هو عم بيعتقلك أنت عم تبتسم، أكتر شيء بتزعجه يشوفك مبتسم. الله أكبر، بعد 70 سنة معاناة وقهر وعم تضحك عم تبتسم، هي يعني هي بتزعجه أكتر ما تحرق علمه. يعني الفنان وليد سعد الدين ما شاء الله متعدد المواهب الفنية بين شعر وتمثيل، وأيضا حديثك عن فنك هو بحد ذاته فن. مش حابين نقطشك حتى نسألك، ولكن كمان بدنا نستفيد من وجودك معنا تنسألك، أنتو كفنانين اليوم يعني شو أبرز التحديات يلي بتواجهكم؟ في كان لألك مشاركة باتحاد الفنانين الفلسطينيين بلبنان، قدي برأيك هذا الشيء فاعل؟ قدي بعد بده تطوير حتى يعطيكم حقوق أكثر وتسهيلات أكبر؟
اولا انا نائب رئيس الاتحاد العام للفنانين الفلسطينيين بلبنان. نعم. إلي الشرف انه انا واحد من مؤسسينه، يعني لله الحمد. هذا الاتحاد طبعا نشاطاته يعني كل سنه في عنا عمل مسرحي. هذا العمل المسرحي بيحكي من خلال اوضاعنا اللي حكيناها المتعدده ضمن هذا المسرح الجميل. سنويا عنا مسرحيه. اهم المشاكل اللي منعانيها بالحقيقه هي اولا الاقتصاديه، يعني احنا في عنا مشكله اقتصاديه، والان عم نحكي على مشكله اقتصاديه. احنا عم شوي حكينا على قصه الديكور، ما هيك؟ نعمله من شقفه كرتونه، من شقفه كذا، شويه خيش من تعول الانروه اللي كانوا يوزعوا لنا اياهم. هلا ما عاد يمشي الحال، هلا صار بدك تواكب المسرح، بدك تواكب العصر، فلازم يكون في اكسسوار وديكور ومعدات وموسيقى تصويريه وتتتا ولحن من هون والى سينوغرافيك. يعني هذا كله بده تمويل مصاري. فهي مشكله عم نعاني منها، وهي مشكله عامه، بس بالنسبه لنا مشكله هي بعض احيان بتحد من نشاطاتنا ومن، لكن هذا ما بيلغي انه احنا كل سنه عندنا مسرحيه. صحيح، هو الفن الملتزم دائما لازم يكون عنده تمويلات اكثر باش ينجم يواصل، ونحن ان شاء الله نتمناه كل التوفيق لهالاتحاد هذا، ونتمناه التوفيق لك انت. بصراحه نورتنا اليوم، وكان اللقاء معه جد حلو يا وعد، كان لقاء جدا ممتع. وبصراحه وانت تحكي معناها اعطيتنا صور كامله، فطريقه تحديثك ان شاء الله اكيد انه لازم تتعاود معنا مره اخرى في برنامج صباح النور. ان شاء الله. الفنان وليد سعد الدين، نشكرك برشا اللي كنت معنا اليوم، وان شاء الله يكون عندنا معك لقاءات اخرى. شكرا لكم، شكرا لكم، مع كل محبتي. مشاهدينا فاصل جديد ونعود، ابقوا معنا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، وصباح النور من جديد. تأسس معهد قطر لبحوث الطب الحيوي لمجابهة الأمراض المنتشرة في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على تطوير البحوث الانتقالية في مجالي الطب الحيوي والتكنولوجيا الحيوية. نعم وعد، وقد فاز مؤخرا معهد قطر لبحوث الطب الحيوي التابع لجامعة حمد بن خليفة بجائزة أفضل مؤسسة بحثية عربية لعام 2017 خلال حفل خاص أقيم في مدينة مراكش بالمملكة المغربية. لنتعرف أكثر إلى المعهد والجائزة ينضم إلينا من العاصمة القطرية الدوحة الدكتور عمر الأجنف، المدير التنفيذي بالإنابة لمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي. صباح النور دكتور عمر، أهلا وسهلا بك. صباح النور أختي، وفي البداية نشكركم على هذه اللفتة الطيبة والاستضافة في برنامجكم صباح النور. نعم، يعني في البداية دكتور عمر حدثنا لو سمحت عن معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، طبيعة عمل المعهد ودوره في المجتمع. حقيقة دولة قطر أدركت أهمية البحث العلمي وعظم دور البحث العلمي في التنمية والتقدم وبناء اقتصاد قوي والنهضة بالشباب، فلذلك أعنته وأعطته عناية كبيرة في السنوات الأخيرة. ومن هذا المنطلق قامت مؤسسة قطر بتأسيس معهد قطر لبحوث الطب الحيوي في سنة 2012، ونستطيع القول أنه في خلال فترة وجيزة تمكن هذا المعهد من وضع نفسه على خريطة البحث العلمي. معهد قطر هو معهد وطني تحت جامعة حمد بن خليفة، يهدف إلى تطوير الرعاية الصحية من خلال مكافحة الأمراض التي تصيب سكان قطر والمنطقة، منطقة الشرق الأوسط، من خلال ابتكار طرق جديدة لمكافحة هذه الأمراض. معهد قطر، رؤية معهد قطر هي جزء لا يتجزأ من رؤية قطر والوصول إلى مركز متقدم في البحث العلمي على مستوى الإقليمي والدولي.
نعم دكتور، ما هي الأقسام البحثية التي تندرج تحت مظلة المعهد؟ ولو تحدثنا أكثر عن الإمكانات التقنية والبشرية للمعهد، وهل هو مواكب للتطور التكنولوجي؟ معهد قطر لبحوث الطب الحيوي قمنا بتأسيس 3 مراكز بحثية تحت مظلة هذا المعهد. المركز الأول وهو الأكبر مركز أبحاث السكري، المركز الثاني مركز السرطان، وبالإضافة إلى المركز الثالث وهو مركز أبحاث علوم الأعصاب، وهو فريد من نوعه بالنسبة لمركز أبحاث الأعصاب، حيث يهتم بأمراض التوحد، أمراض الصرع الذي يصيب الأطفال، وكذلك يهتم بأمراض التي تصيب كبار السن مثل أمراض الشيخوخة، مرض الزايمرز، الخراف، الرعاش، فهو فريد من نوعه في كل المنطقة. الإمكانيات التي تمت في بناء هذه المراكز إمكانيات قوية جدا بأحدث الأجهزة والتقنيات، وتعتبر المعامل والمختبرات التي تم بناؤها في جامعة حمد بن خليفة من أفضل المختبرات على المستوى العالمي من ناحية التقنية والقوى البشرية. فلقد تمكنا من استقطاب كوكبة من العلماء العرب من جميع أنحاء العالم ليقوموا بأبحاث متقدمة التي تواكب المستويات العالمية في هذه المراكز، والتي كما أسلفت ترتكز على 3 محاور مهمة ولها علاقة مهمة بأهمية الأمراض التي تصيب قطر والمنطقة. فكانت اخترنا توجهات أو تم اختيار توجهات هذه المراكز بعناية فائقة، بحيث توازن احتياجات دولة قطر والمنطقة، وكذلك توازن ما بين اهتمامات والاتجاهات العالمية. نعم، يعني دكتور عمر، حصلتم على جائزة أفضل مؤسسة بحثية، وأيضا صنفت حضرتك من ضمن 100 عربي من ضمن أهم 100 مدير تنفيذي في العالم العربي، وهما جائزتين مهمتين جدا. ماذا تعنيان لك بظل قلة مراكز البحوث الموجودة بعالمنا العربي؟ حقيقة هو فخر كبير لنا بأن يتمكن معهدنا، معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، بأن يختار من أفضل المعاهد البحثية في الوطن العربي، وهو فخر كبير لا شك فيه، وهو دليل على نجاح هذه الكوكب العلمية، فكذلك أو المنظومة العلمية، كذلك هو حافز قوي لنا بحيث نقدم الأكثر والكثير، خاصة أن البحث العلمي في منطقتنا العربية لا يحظى باهتمام كبير وللأسف، فهناك قليل من الاهتمام. فقطر ومؤسسة قطر بالأخص قامت باهتمام كبير ودعم قوي واستقطاب علماء عرب من كل الجامعات العالمية لكي يقوموا ويستوطنوا في الدوحة لبدء في أبحاث ذات تفيد قطر وتفيد المنطقة. نعم، برأيك دكتور، يعني ما هي أهمية اليوم مراكز الأبحاث العلمية كمركز معهد قطر للبحوث الطبية في استقطاب أو المحافظة على الكفاءات العلمية العربية بدل هجرتها إلى الخارج؟ بكل تأكيد كما ذكرت، يعني إذا لم نوفر الجو الذي يحتاجه العلماء لكي يقوموا بأبحاثهم ويقوموا بتطوير أو وضع
كل إمكانياتهم في منطقتنا وفي دولنا العربية سيكونوا في النهاية مهاجرين. فأهمية البحث العلمي وخاصة الطب الحيوي هو أهمية قوية ويعني أهمية نحتاج إليها بتطوير الرعاية الصحية في كل العلاجات وكل مثل كل العلاجات وكل التقنية الطبية وكل الطرق الجديدة التي للتشخيص تتم عن طريق البحث العلمي وخاصة بحث الطب الحيوي. فإذا لم نقدم أو نهتم أو ندعم البحث العلمي وبحث الطب الحيوي فلذلك لن نستطيع تقديم رعاية صحية أفضل ومجابهة الأمراض في منطقتنا العربية. نعم. طيب الجائزة أعطيت لكم يعني بالاعتماد على رؤى جديدة قدمتموها فيما يخص التحديات التي تواجه أمراض مثل السرطان، مثل مرض السكري، مثل التحديات العصبية التي تواجه الإنسان. ما الجديد الذي قدمتموه وعلى ماذا تعملون أيضا؟ هنا كما أسلفت لقد قمنا أو نجحنا في استقطاب كوكبة من العلماء العرب وكذلك غير العرب يعني، وهم الآن يقومون بأبحاثهم في أرقى المستويات العالمية. كما أسلفت تركيزنا في الأمراض المهمة التي نواجهها في منطقتنا وفي قطر بالذات. بالنسبة للأبحاث الذي قمنا في عديد من الاكتشافات في جينات جديدة لها علاقة مثلا بأمراض التوحد وأمراض الصرع، كذلك نقوم هناك شراكات قوية لنا بين المعهد وكذلك المستشفيات في المحلية مثل مستشفى حمد، مستشفى السدرة، كذلك كلية الطب كرنان الدوحة. وتمكن المعهد من كذلك من استقطاب وشركات عالمية كذلك. فلنا أبحاث مشتركة مع جامعات كبرى في أوروبا وفي أمريكا كذلك علمائنا تم اختيارهم لكي يكونوا من ضمن فريق حاليا تقوم تجربة كبيرة في كلينيكال ترايل لمجابهة بعض الأمراض. وهذه كلينيكال ترايل في أوروبا أنه لفخر عظيم أو فخر كبير لنا بأن يكون اختيار علمائنا ومعهد الطب الحيوي في قطر ليكونوا جزء، وتم اختيار على مستوى العالم لكانوا يكونوا جزء من هذه الكلينيكال ترايلز. فأبحاثنا كبيرة وقوية والحمد لله ما زلنا نتقدم، وهناك تقدم كبير في المستقبل القريب الكبير إن شاء الله. نعم. يعني الدكتور عمر الأجنف المدير التنفيذي بالإنابة لمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي، شكرا جزيلا لك ويعطيكم ألف عافية على كل الجهود التي تقدمونها من أجل تطوير الطب الحيوي بعالمنا العربي وبالعالم، وستكون ضيفنا للحديث عن كل الإنجازات والمستقبلية التي ستضيفونها. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الكريمة، كذلك شكرا وتحية طيبة لمشاهدينكم. شكرا. شكرا دكتور. يعني من الطب وعد إلى مطبخ صباح النور، وأين أصبحت تحضيرات الشيف فؤاد وولاء شعب؟ صباح النور مشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم. هلأ بلشت عم حضر الصلصة اللي بدنا نقدمها مع الكبة، وبدنا نحضر الرز اللي مع السمسم. طبعا الكبة أنا جهزتها وفوتها على الفرن هلا على حرارة خفيفة، بدي أرجع أطلع عليهم شوي شوف كيف صاروا. بالمبدأ نحن صاروا جاهزين، حبيت الكبة رح نشيلهم لحتى نطبخ الصلصة ونقدمها بقلبها. مثل ما شايفين حبيت الكبة صارت جاهزة، نشويهم تقريبا 7 دقائق بالفرن، لأنه بالنهاية هي عبارة عن بطاطا مطبوخة منضف لها البرغل. هلا هون
رح بلش نحضر الرز. حطيت بالطنجرة شوية زيت، عندي سمسم المحمص رح حطهم بالطنجرة، رح أقلبهم شوي. هون عم بقلب السمسم مش لحتى ينطبخ لأنه أصلا هو مطبوخ، بس لياخد شوي من الزيت. بعدين رح حط رشة صغيرة من الملح، كمان رشة صغيرة من البهار الأبيض. كمل تقليب، رح ضيف عليهم الرز، كمان بقلبهم شوي مع بعضهم. بعدين بدي اخمرهم بالماء لحتى ينطبخوا تقريبا حوالي 20 ل 22 دقيقة. طبعا مثل العادة بنكون مخففين النار على الاخر. هلا رح اضيف الماء عليهم. هلا هون لبل ما يغلي الرز، اهم شيء بأكد على شغلي انه انا استعملت سمسم المحمص. سمسم المحمص حيعطينا نكهة فعلا مختلفة جدا عن السمسم الابيض. لهذا السبب بركز على شغلي انه نستعمل السمسم المحمص. وكمان في عنا السمسم الكامل الحبة السوداء، ما بفضل نستعملها لانه بالرز وقت حتنطبخ حتعطينا طعمة مرورة. هلا هون بدي احضر الصلصة. رح حطيت شوي من زيت الزيتون، رح ضيف عليهم البصل، كمان رح اقلبهم مع بعضهم. طبعا المقادير عم يمرق قدامكم على الشاشة. رح اقلب البصلات، رح ضيف عليهم شوي من البهار الابيض، شوي من الملح، بقلبهم شوي لحتى تبلش تتبل نوعا ما البصلة. ما بدي اياها تستوي، بدي اياها ترجع تغلي مع الصلصة تستوي من نكهة مرق الدجاج اللي حنضيفه على هيدي الصلصة. طبعا هلا عندي الثوم المقطع. انا عاده دائما عدد كثير كبير من طبخاتي بفضل انه الثوم يكون مقطع مش مهروس. الفرق انه وقتها بيكون مقطع بنضلنا حاصلين على نكهه جدا مميزه للثوم، وبنفس الوقت بتخف حديه الثوم، ببطل فيها الطعم القويه، لانه عاده بس كثير ينطحن الثوم بتصير الحديه بتظهر اكثر واكثر. هلا رح ضيف الثومات عليهم، كمان بضلني بقلبهم. رح ضيف عليهم القطر المقطع، بقلب. مثل ما شايفين بلشت المقلة عم تطلع هذا الصوت. البصل بلش عم بياخد حرارة، يعني بلش نوعا ما عم يدبل. رح ضيف عصير الحامض، كمان بقلبهم شوي مع بعضهم. بعدين رح ضيف مرق الدجاج، كمان هلا هون بتركهم يغلوا مع بعضهم شوي. بس لما تغلي المي رح ضيف عليهم النشا المدوب بشوي من المي البارده، بعدين بضيفه على الصلصه كلها. وهلا انا بهالوقت رح ضيفه عليها قدامكم، برجع بتركها كلهم مع بعضهم يغلوا سوا لحتى نحصل على صلصه متماسكه. طبعا وقت الصلصه بتصير جاهزه بطفي النار عنا، بضيف الكريم الخاص للطبخ وبتركها مغطاية للطنجرة حوالي 4-5 دقايق، بعدين صارت جاهزة للتقديم. يعني بأكد على شغلي انه الكريمة بفضل تنضاف باخر مرحلة، تنضاف وقتا نكون طفينا النار منضيفها وبنطفي النار على الطبخة. السبب لانه اذا كانت الصلصة كتير عم تغلي والنار قوية تحتها وضفنا الكريمة حتصير تقرش، يعني حتفصل الحليب عن السائل المي اللي هو مصل اللبن او هو مصل الحليب الموجود بقلب هيدي الكريمة. لهيدا السبب بفضل انه تنوضع باخر مرحلة من الطبخة، واكيد تكون النار مطفيه. مثل ما شايفين هون المكونات كلها مع بعض هلا عم تغلي. اخر شيء رح ضيف الكريمه، وبس تستوي رح ضيف فيها حبات الكبه ونقدمها مع الرز بالسمسم. بهيدا الوقت رح ارجع لعندكم راويه وامين، واكيد باخر الحلقه حنشوف كيف طريقه تقديمهم. شكرا لك شافا، سنعود اليك بعد قليل. التحفيز مهم مشاهدينا لتشجيع الناس على تخطي العقبات والصعوبات والتقدم في الحياة، ولكن هل يمكن أم لا يمكن أن يكون التحفيز مضرا أحيانا؟ يخبرنا المدرب في علم النفس الإيجابي ميلاد حتشيتي في الحياة حلوة. أحلى أكثر. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. يعني دائما عندما نتحدث عن التحفيز
يعني نتحدث عن الإيجابية، عن الطاقة الإيجابية اللي يمكن غيرنا أو نفسنا نحن بنعطيها لنفسنا. بداية، ما أهمية التحفيز؟ هلا إذا نحن أو غيرنا بيعطينا إياها مش نفس الشيء، بعد شوي بنحكي، بس أكيد التحفيز هو الدافع، هالفيتامين، هالهيك هالشرقطة بنقول باللبناني، الكهرباء يلي بتساعدنا، الجرعات لحتى تساعدنا للقيام بشيء. لما بنكون مصممين وعندنا الحافز الجواني يلي بيخلينا نقوم بالأشياء، هذا شيء كتير بيساعدنا لبلوغ أهدافنا، يعني بخفف علينا التعب، بخلينا نصبر أطول، نضاين أكتر، يكون عندنا ثبات أكتر بالأهداف يلي عندنا إياها، نعرف لوين واصلين. وبالتالي دايما بنقول على طول هالطريق لحتى نحقق هدف لازم نضل نذكر حالنا بالحوافز، لازم نضل نحفز حالنا بأنه رح نوصل على محل، ولازم نشوف المحل يلي رح نوصل له لحتى هيك كمان نساعد عقلنا وجسمنا أنه بيدوروا يساعدنا للوصول لهدفنا. يعني طيلة مدة حياتنا نحتاج إلى التحفيز، أو هناك مواقف معينة في الحياة هي اللي تخلينا عفوا نحتاج إلى التحفيز أكثر؟ صحيح. هلأ في ناس بيسموه تحفيز إذا بدك بشكل هيك علمي، بس تعال فكر أنا وياك، أنت اليوم إذا اليوم أنت وداخل على الاستوديو أنا قلت لك كلمة حلوة ممكن تغيرك مزاجك وتعمل نهارك أحسن، وهي بالتالي هي تحفيز. ولو ندرك أهمية الكلام الحلو يلي بنقوله للناس أو قديش ممكن يعمل فيهم، كنا يمكن ما منمل أو لا نكل عن القول الأشياء الحلوة، لأنه مرات يمكن في ناس بتنتظر كلمة حلوة، تعبير حلو، سلام حلو، هودي كلهم تحفيز. لكن كمان من ميلة تاني لما عم بحكي عن التحفيز، لأنه اليوم لما بقول كلمة تحفيز، اليوم الشركات بعالم الأعمال اليوم التحفيز هو عامل جدا مهم طبعاً. وبتعتمدوا بعض الشركات وبتعتمدوا بعض المؤسسات بأنه يحفزوا موظفينهم، بعض المدارس لتحفيز طلابهم، الجامعات لتحفيز طلابهم. يعني دخل التحفيز إذا بدك بصلب وبأولوية الأعمال اليوم، وأيضا كل المؤسسات اللي بتبغى أو بتسعى لوصول أو تحقيق أهداف من قبل الناس اللي بتشتغل معهم. نعم. لا تحدثت أنه التحفيز كان داخلي أو من قبل شخص آخر، في هنا نوعين مختلفين. نعم. شو الفرق بيناتهم؟ الفرق أنه كل ما كان التحفيز نابع من الداخل كل ما كان إيجابي أكثر. لأنه مرات التحفيز من الخارج ممكن يكون له بعض، وعم أقول بعض لأنه هلأ قد يعني يتساءل بعض أنه أف عم نحكي التحفيز على قد منيح، ليش وين الجانب السلبي؟ أنا أؤمن أنه لكل شيء جانب إيجابي وجانب سلبي، بس المهم نوعاله ونعرفه. قد يكون لبعض التحفيز الآتي من الخارج مرات بعض التأثيرات السلبية. رح أعطيكم مثل. إذا أنا بقول له ليك أمين، تعرف أنت اليوم ببرنامج صباح النور ممكن كتير تعطي أفضل، يمكن أمين يفهمها على أنه هي حافز على أنه يعطي أفضل، وممكن يفهمها على أنه فإذا بحالتي هلأ مثل ما أنا مقصر أو أنا سيء. فإذا مشان هيك اليوم بعد منقول أنه في بعض الشركات اليوم يلي ليش تحكتوا ما قصدي على حكت على تعليق الجايبري لا بالعكس، مثل ما هو جيد جدا. أنا اللي عم أقوله أنه ببعض الشركات، لأنه في بعض مثلا الـ HR يلي بيهتموا بيفكروا أنه أنا عم حفز، أنا بدي أجي عند راوية قال ليكي راوية مفروض فيك تعطي أحسن، أنت لازم تقدمي، وظنا منهم أنه شو عم يعملوا، أنه هن عم بيبثوا طاقة إيجابية براوية لحتى تروح. ممكن راوية تروح على مكتبها ويسبب لها هذا النوع من التحفيز، نوع من القلق أكتر. حتى أشارت بعض يضغط عليها أكتر. حتى أشارت بعض الدراسات النفسية أنه في بعض الناس اللي بيعانوا من بعض الأمراض النفسية وأبرزهم الكآبة، ما بقدر حفزه، بعمله كآبة أكتر. يعني اليوم أنا إذا شخص عن جد بس يعاني من المرض، مش مثل ما نحن بنعتبر أنه أنا مكتئب اليوم أو أنا عامل ديبريشن، اليوم يلي بعاني فعليا من عوارض هالمرض، مرات التحفيز ممكن يسبب له تعميق أكتر للأفكار يلي وليش، لأنه هو نظرته للمستقبل سيئة، ما هو بيجي بقول له بكرة حيكون أحسن، ما هو شايف بكرة كتير سيء. ما بقدر إذا أنا جيت قلت له يلا بكرة حيكون أحسن والتحفيز، هيدا نوع من التحفيز ممكن يساعد. بدي انتقل لموضوع تاني، لأنه صار كتير دارج وترند على التلفزيونات، بنشوف بعض المدربين أو بعض الناس اللي بيحكوا بالتحفيز، مرات بيقولوا التحفيز بدون ما ياخدوا بعين الاعتبار القواعد أنه لكل إنسان أو لكل فرد خاصية لازم انتبه له، وطاقة وطاقة وإنسانيته. يعني مثلا بتعرفوا في بعض المرات مثلا لو هلأ اجينا اتصال على الهواء وسيدة قالتنا انه هي مع زوجها
منا مرتاحة أبدا بعلاقتها. هل أنا بحفظها بقلها يلا قومي انتفضي تغيري روحي طلقي روحي خربي بيتك؟ لا ما بقدر أنا حفظها بهذه الطريقة. ليش؟ لأنه ما بعرف قصتها بالكامل، ما بعرف شو حيثيات الموضوع. قلتي شغلة كتير مهمة راوي، ما بعرف هي قدرتها. في ناس ما عندها القدرة اليوم على التغيير. مشان هيك وهيدا إذا بدكم هالنداء على أنه نحن اليوم كمان ما فينا إذا عم نحفز نحفز بطريقة منا واعية ومنا مدركة ومبالغ فيها ومنا مدركة لكل فرد لخاصية كل فرد. مشان هيك مرات بشوف خاصة بالميديا لأنه بنشوف بعض الضيوف بيتفادوا أو بعض الخبراء بيتفادوا أعطاء نصائح. مزبوط، لأنه ربما النصائح يلي بتدخل بإطار التحفيز يمكن تفيد أمين ما تفيد راوية والعكس، وما بقدر أنا أضمنها. طيب فإذا بهيدا الإطار بدي انتبه أنا على التحفيز كيف عم يجي. هل مش كل الناس لازم أقول مش كل الناس بيقبلوا التحفيز مثل ما هو، مش كل الناس قادرين للتغيير مثل ما هو. في بعض الناس بيشوفوا التحفيز إذا كان بيحسوا التحفيز أكبر من قدرتهم هذا الشيء بيسبب لهم بيرجع يعني شيء سلبي أكثر ما يكون عم بيسبب له شيء إيجابي. مش هيك لازم أنا انتبه بطريقة اللي عم حافز فيها. وحتى لو كنا نحن كناس ببساطة أنا اليوم ولو كنا أصدقاء أنا وراوية ما فيه باستخدام بعض العبارات التحفيزية، انتبه يمكن راوية منا قادرة عم بحكي بمواضيع كتيرة، مثلا مواضيع متصلة بالتحصيل العلمي، مواضيع متصلة بالدايت، مواضيع هودي الأمور السخيفة اليومية يلي نحن من كبهم ومدون ما ندراهم ممكن يشكلوا سبب سلبي. صحيح. نعم تفضلي رب. يعني كرمال هيك أنا قلت لك أحيانا قدرة الشخص، لأنه أحيانا تكون هذه النصائح فضفاضة. ايه؟ يعني عم نحمل الشخص أكثر من قدرته. يعني هون نتكلم يمكن عن العناصر المكملة للتحفيز، يعني لازم أعرف قدرتي الذاتية، شو هذه الأمور المرافقة يعني 100%. وهون بنرجع نحن إذا نحن بدي أنا اليوم إذا دوري ساعد راوية بأنه تتحفز، لازم ساعد راوية بأنه تكتشف أكثر وأكثر هذه الطاقة الداخلية هذه القدرة الداخلية اللي عندها إياها وتنطلق منها. بتعرفي راوية اليوم نحن بطبيعتنا كناس كلنا بالطبيعة الداخلية عنا نوع من الإيجابية برؤية الأشياء وعنا نوع من الإيجابية بالأمل. يعني نحن إذا بغض النظر عن الناس اللي عندهم الأمراض النفسية، بس نحن اليوم كلنا بننظر لبكرة بنقول بكرة أحسن بطريقة تلقائية، ولا حدا منا قاعد عم بيقول بكرة أسوأ بطريقة واحدة. يعني كلنا عنا هذه النزعة لأنه نكون إيجابيين، ولأنه عنا هذا الشيء عنا هذا الأمل، فإذا بيدخلنا في محفزات داخلية. أنا هدفي اليوم إذا أنا عم ساعد أو حيلا حدا بده يساعد هذا الشخص لاكتشاف هذه الحوافز الداخلية، شو اللي بيخليه يكون مبسوط من جوا وشو اللي بيخليه يكون مندفع من جوا. ما في كمان طبق، يعني مثلا في بعض الناس بيحطوا المال كأنه حافز. مش ضروري المال يكون حافز لكل الناس، ما ضروري تكون الشهرة هي الحافز لكل الناس. صحيح. وكمان أيضا ما ضروري تكون مثلا التقدم هو الحافز لكل الناس. يعني مرات في موظف يكون بتحفزه لما بتحسسه بالأمان يلي من بعد هالوظيفة رح يتأمن لعائلته. صح. ما بده وهالأمان ممكن يتمثل بالمال، بس ممكن يتمثل بدينومة العمل. لما بتجي بتقوله للموظف أنه هذه الوظيفة استقرار. فإذا هيدا كمان، وهون ندخل على يعني وهيدا الموضوع متشعب لدرجة أنه مرات التحفيز إذا ضر ممكن يأذي كتير. ومشان هيك بدنا ننتبه على كلماتنا على العبارات المنقولة، وكمان الناس بدنا ننتبه لمين بنسمع. يعني نحن كناس بدي انتبه لمين أنا عم بسمع، لأي نصيحة بسمع. مش كل نصيحة ممكن تفيدني تتطبق على حياتي. صح. ومش إذا أمين قدر يتغلب على هالشي إذا أنا إجي أقول له عمول مثل أمين، لا، يمكن إذا عمل مثل أمين يشك على راسه. صح. يعني لازم ديما يكون عنا تقييم ذاتي لروحنا. صح. أكيد. صح. بشي خلينا ديما نحاولوا أنه نقبلوا التحفيز الإيجابي ونخليه عنا كان التحفيز الإيجابي، وكيف كيف نحفزوا الناس إيجابيا. إن شاء الله راوية بش نقوم بتحفيزك بعد الحلقة اليوم. أتمنى. بالنصائح اللي خذيتها. شكرا لك. يعني المدرب في علم النفس الإيجابي ميلاد حتشيتي، شكرا جزيلا. شكرا على التحفيز الإيجابي اللي دائما بتبثه فينا. مشاهدينا الآن شو عنا؟ عنا فاصل نعود بعدها ولمتابعة ما تبقى من صباح النور. صباح النور.
نقول لكل المشاهدين مجددا آخر الأخبار والأحداث السياسية في وقفة سياسية أخيرة مع الزميلة فرح فواز ومع الخبر. شكرا جزيلا لك وعد، أهلا بكم من جديد، وهذا موجز لأهم الأخبار. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من التقارير حول اعتقال رئيس أركان الجيش المصري الأسبق والمرشح لانتخابات الرئاسة المصرية المقبلة الفريق سامي عنان، ومنظمة العفو الدولية تعتبر أن توقيفه يظهر تجاهلا صارخا لحقوق حرية التعبير. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحث تركيا في حديث هاتفي مع نظيره رجب طيب أردوغان على الحد من عملياتها العسكرية في شمال سوريا، ويحذرها من إدخال القوات الأمريكية في صراع مع نظيرتها التركية. بعثة الأمم المتحدة الخاصة في ليبيا تقول إنها منزعجة من تقارير عن عمليات إعدام وحشية دون محاكمة في مدينة بنغازي في شرق ليبيا، وذلك بعد انتشار صور إعدام 9 سجناء على الأقل في موقع التفجيرين اللذين وقعا يوم الثلاثاء. روسيا تنفي في بيان أن تكون قواتها أو قوات النظام السوري وراء الهجوم بالأسلحة الكيميائية على الغوطة الشرقية في سوريا في 22 من يناير كانون الثاني، وتقول إن الهجوم لم يتأكد بعد. مسلحون تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية يقتحمون مكتبا لهيئة إنقاذ الطفولة في مدينة جلال أباد الإفغانية ويشتبكون مع قوات الأمن، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 25. تحت عنوان تشديد العقوبات على حزب الله وعزله ماليا، اختتم وفد وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية زيارته إلى لبنان أمس، وكأنما الوفد وضع الكرة في ملعب السياسيين اللبنانيين لتحديد قرار صارم في هذا الخصوص، فإما المضي بالعقوبات الأمريكية وإما يكون لبنان أمام خطر الخروج من النظام المصرفي العالمي. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الخبير الاقتصادي كامل وزني. صباح النور. أهلا وسهلا بك معنا دكتور وزني. اسمح لنا أن نبدأ بتعريف للمشاهدين عن ما هي طبيعة هذه العقوبات، وماذا يعني تشديد العقوبات أو الاستمرار في تشديد العقوبات، يعني ما هو الجديد وما هي الخطوات التي يمكن للنظام المصرفي اللبناني القيام بها بهذا الخصوص؟ يعني هناك عقوبات، مجموعة من العقوبات أقرتها الولايات المتحدة في 2015-2016 تمنع حزب الله من استخدام المصارف اللبنانية لتمويل نفسها، وتفرض حظر على كل من يدعم مؤسسة حزب الله في لبنان. وطبعا من يرفض هذه القرارات هناك عقوبات مالية، وهناك يعني حتى يكون هناك إذا لم يلتزم الجانب اللبناني والمصارف اللبنانية فهناك ما يسمى سويفت سيستم، وهو انتقال الأموال عبر العالم يتوقف تلقائيا باعتبار أن كل التحويلات المالية خاصة بالدولار يجب أن تعود إلى البنك الفيدرالي الأمريكي ومن ثم ترسل إلى أماكن عديدة في العالم. فلذلك أمريكا بنظام سويفت، ما يسمى سويفت سيستم، تستطيع أن تقطع يعني ما يسمى الكورسبوندنت بانكس، البنوك بالمراسلة أو المراسلة، باعتبار عندما يكون تحويل من مكان إلى مكان هذه هناك بنوك تعمل لنقل هذه الأموال إلى البنك الفيدرالي ومن البنك الفيدرالي إلى المكان المحول إليه. نعم، ولكن ماذا يعني تشديد هذه العقوبات أو الاستمرار في التصعيد في هذه العقوبات؟ ما هو الجديد اليوم وماذا عن موقف المصارف أو قطاع المصارف اللبناني؟ هلا في لبنان في إجماع أنه التعاطي مع هذه العقوبات، يعني في وفود ذهبت إلى واشنطن، وفد من البرلمان اللبناني، وفد من مصرف لبنان، من طبعا من قطاعات اقتصادية في لبنان اجتمعت مع المؤسسات الأمريكية، وهناك قرار أو أعلن قرار بأن حزب الله لا يستخدم المؤسسات المالية اللبنانية. فلذلك ربما التشدد في القرار، هناك طلب أمريكي بأن يدرج حزب الله ليس جناحه العسكري بينما جناحه السياسي على لائحة العقوبات. يعني هناك في تفرقة بين الموقف الأمريكي والموقف الأوروبي. الموقف الأوروبي يعتبر أن لحزب الله جناحين، جناح سياسي وجناح عسكري، هو يضع الجناح العسكري
على لائحة الإرهاب لكن يتفاوض مع جناحه السياسي، بينما الأمريكي ليس لديه جناحين، يعني حتى حزب الله يعتقد بأنه كمان ليس لديه جناحين، هو عنده جناح سياسي وعسكري لكن ضمن المنظومة الواحدة. لكن الأوروبي اختار أن يتعامل مع الجانب السياسي. المشروع الذي مطروح في الولايات المتحدة أن لا يكون هناك جناح سياسي وأن تفرض العقوبات على حزب الله. نعم، هناك اليوم نقطتين أساسيتين. كان هناك زيارة لوفد من الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب وجرائم المالية، وهناك اليوم اجتماع للجنة أعمال تابعة لهيئة التشريع البريطانية أيضا حول موضوع تشديد العقوبات على حزب الله. ما الجديد الذي حملته هذه الزيارة، وماذا أيضا عن هذا الاجتماع البريطاني؟ يعني حتى الآن ليس هناك أي جديد في هذه الزيارة. أنا تحدثت مع مسؤولين لبنانيين يعني حضروا هذه الاجتماعات، هناك نفس التكرير الذي أتى في المرات السابقة. هناك مشروع موجود اليوم في الكونغرس الأمريكي، هو بحاجة إلى توقيع الرئيس الأمريكي. ربما تفسير هذا القانون يحمل شيء جديد، لكن بالمقابل الإدارة الأمريكية تتعامل مع المصارف اللبنانية بطريقة إيجابية. يعني ما كان في، يعني هو أثنى على حاكمية مصرف لبنان، أثنى على البنوك، أثنى على أشياء كثيرة، وفرق يعني حتى بين ما بين الشيعة، الطائفة الشيعية، نعم، وحزب الله. ولكنه ضم حزب الله بجناحيه كما ذكرت، السياسي والعسكري، يعني اعتبرهم منظمة واحدة. ولكن حزب الله هو شريك أساسي في هذه الحكومة اللبنانية. ومن هنا السؤال، ما هي الضغوط اليوم أمام الحكومة اللبنانية؟ ما هي الضغوط أمام مصرف لبنان؟ يعني لأنه حزب الله هو شريك أساسي من هذه الحكومة، ومن المتوقع أو يعني في الانتخاب هناك مقبلون على انتخابات، فماذا في حال حصل حزب الله على أغلبية نيابية؟ هل سيزيد هذا من حجم الضغوطات على الحكومة؟ يعني اليوم ما في قرار على مستوى لبنان أو على مستوى الولايات المتحدة أو الدول الغربية يعني فرض عقوبات جديدة على لبنان، وليس لمصلحة أحد أن يسقط لبنان في الفوضى. يعني في نهاية المطاف هذا قرار متخذ، لذلك لبنان هو أفضل من كثير من الدول العربية التي تشتعل بالنار. هلا ربما يكون هناك رسالة سياسية من هذه الزيارة، خاصة بهذا التوقيت، باعتبار أن الانتخابات النيابية أصبحت على الأبواب، وربما هناك كلام بأن ربما الأكثرية تكون داعمة لهذا المشروع الموجود في لبنان. فلذلك باعتقادي أن يعني حزب الله عبر يعني مسؤولينه أعلنوا بشكل واضح بأنهم ليسوا داخل المنظومة المالية اللبنانية، فلذلك إذا أرادت الولايات المتحدة أن تعاقب حزب الله فهو ليس موجود ضمن المنظومة المالية. وهذا يعني هذا الكلام كان نقاش بين الوفد اللبناني. يعني أنا كنت مع رئيس أحد البنوك الذي شارك في المفاوضات، وأخبرني بأنه هو تحدث مع الكامبل، كانوا بالخارجية، كانوا بالعدل، كانوا بمؤسسات عديدة، والجانب الأمريكي يتفهم هذا الموضوع. الجميع لهم مصلحة بأن يبقى لبنان يمشي على السكة وأن لا يتجه إلى مرحلة الخطر المالي. ألا تعتقد أن هناك توافق سعودي أمريكي أو تجاوب أمريكي مع مواقف السعودية، خاصة مما سمعناه من وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بالاتهامات إلى حزب الله؟ فيعني وكأنه ليس هناك سعي إلى الحفاظ على الاستقرار، خاصة نحن مقابلون أو مقدمون على انتخابات نيابية، وأنه هناك قرار سياسي، وكلنا نعرف أن الغطاء السياسي لحزب الله أو القدرة السياسية لحزب الله هي أقوى من أي قرار قد تتخذه الحكومة. كيف نقرأ هذه المعطيات السياسية مع بعضها برأيك؟ أنا ما بعتقد أنه في توافق كلي بموضوع بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. يعني بالدليل على ذلك عندما تم احتجاز رئيس الوزراء كان الموقف الأمريكي مغاير للموقف السعودي، وصار في ضغط دولي، وهذا الضغط الدولي كان في كلام واضح من مسؤولين الأمريكيين. وعندما استدعى الوزير السبهاني إلى واشنطن أسمع كلام لم يكن، يعني أنا تحدث يعني عن كلام وزير الخارجية عادل الجبير. لا بس ما هو نفس المنظومة، يعني هي بالنهاية الوزير السبهان والوزير الجبير ولا أي مسؤول سعودي
هو نفس يعني هي الحكومة السعودية الإدارة الأمريكية كان موقفها أنها لا تريد أن يكون هناك فوضى في لبنان، وهذا كان واضح، والمجتمع الدولي أعاد الرئيس سعد الحريري إلى لبنان، يعني في توافق بأنه لبنان أن ينأى بنفسه عن هذا الموضوع، وباعتقادي أن لبنان المالي يستطيع أن ينأى بنفسه عن هذا الموضوع. يعني اليوم في واقعية موجودة، لكن بالنهاية حزب الله جزء أساسي، مكون أساسي من الحكومة اللبنانية، جزء مكون أساسي من الشعب اللبناني، فلذلك أيضا لا يمكن تجاهله بهذا الموضوع. لكن في النهاية في مصلحة أعلنها حزب الله عبر مسؤولينه، وهو لا يريد أن يلحق ضرر بالمنظومة المالية اللبنانية، وهذا يعني ما أوضحته يعني الفرقاء. يعني في بعثي راحت برئاسة الوزير ياسين جابر واجتمعت بمسؤولين أمريكيين، وكان في يعني حرص، يعني أنا على اطلاع بهذا الموضوع، كان في حرص أنه ما في أنه أي قرار أنه بالضرر باقتصاد لبنان. هلأ حتى الآن هلأ شو بيصير فيما بعد؟ يعني تعتبر أن اليوم لسنا مهددون من خطر الخروج من النظام المصرفي العالمي؟ لا، ما في خطر، يعني ما في شيء بيقول أنه في خطر. يعني هل هناك تجاوب تام للعقوبات الأمريكية أو للخطوات الأمريكية من قبل الحكومة؟ يعني الذي طلبته الإدارة الأمريكية في السابق تم التعامل معه وتم تشريعه، لكن الإدارة الأمريكية تعلم أنها تستطيع أن تدفع في مكان ويصل إلى حد لا تستطيع أن تضغط أكثر من ذلك. يعني بالنهاية عم تحكي عن حزب الله. حزب الله عنده منظومة دفاعية، عنده منظومة اجتماعية، عنده منظومة تعليمية، يعني بالنهاية يستطيع أن يكون لديه أيضا منظومة مالية. فلذلك هل تريد الولايات المتحدة أن تدفع إلى أن يكون لديه منظومة مالية؟ فلذلك يعني في أماكن معينة الإدارة الأمريكية تعرف أنها لا تستطيع أن تضغط بطريقة أو بأخرى، لأنه هذا ذلك يدفع إلى تقويته وليس إلى ضعفه. يعني برأيك لا أبعاد خطيرة لزيارة وفد الخزانة الأمريكية؟ لا، هذه الزيارة عادية، ما كان فيها يعني أي معلومات إضافية، لكن القرار الذي سوف يوقع في المستقبل علينا أن ننظر، بسموه الانتربريتيشن، يعني لما بيكتبوا القرار، قرار ممكن يستخدم لغة مطاطة، يعني ممكن أنا أقول أنت بتدعمي حزب الله، فأنت تحديد بالأسماء يعني في يستخدم أي شخص ويلاحق، يعني هو القرار هو ليس حزب الله، حزب الله موجود ما له مصاري بالمصارف، لكن إذا كان بيقولوا حلفاء لحزب الله موجودين في هذا العالم على مستوى العالم، ممكن أنه ياخذوا أشخاص ويوجهوا اتهامات ويجمدوا أموال لهم، وهذا التعبير المطاطي لهذا القرار هو اللي بشكل خطر على حركة الأموال. يعني اليوم في أموال يمكن ما عم تجي على لبنان بسبب هذا الموضوع، فلذلك هذا الموضوع اللي فيه يعني الكثير. الخبير الاقتصادي دكتور كامل وزني، شكرا جزيلا لك وعلى كل هذه المعلومات التي أفدتنا بها. مشاهدينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة. الآن عودة للزملاء لمتابعة فقرات صباح النور. قد انتهينا من الفقرة السياسية لهذا اليوم. شكرا لك فرح، وشكر موصول إلى ضيفك الكريم ملايين وعد. أكيد خلينا لازمنا نعرف حاجة من الحاجات اللي صارت مهمة في حياتنا الآن، وهي أبرز ما تتداوله هو وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، ويخبرنا أكيد الزميل أحمد الهيشمي في فقرة هاشتاج صباح النور. يا أهلا وسهلا، صباح النور. صباح النور. صباح النور وعاد. شيف اختفى، راح شكله خاف. شيف ليش وراء الكاميرا؟ كشفناك. مشاهدينا أهلا وسهلا، صباح النور. صباح النور. حدثنا عن ما جرى معك في هذه الأيام من التواصل مع الهاشتاجز والسوالف. صراحة هالأيام أكثر تواصل، خصوصا اليوم، يعني خاصة اليوم أكثر حاجة قاعد تتابع فيها هي الأحداث اللي صار في مصر 100%. إذا مشاهدينا رح نبدأ بالهاشتاجز وأبرز الهاشتاجز للساعات القليلة الماضية، وتحديدا ما رح نتكلم عن فقط 24 ساعة، رح نتكلم عن 48 ساعة اللي مرت، لأن كان أكو كثير تفاصيل لها علاقة بهذا الموضوع. خلينا نبدأ مع مملكة البحرين. الهاشتاج الأول كان النويدرات، اللي هي منطقة فعليا في مملكة البحرين. الهاشتاج الثاني كان أخذ العالمية لحوالي أكثر من 3 أيام
وكان الهاشتاج الثاني شخصي إلى حد ما. التواصل الكلمات اللي كانت موجودة به ما كان أكو ارتباط بشكل فعلي بفكرة معينة. شكرا لك. هناك من شكر الأب، هناك من شكر الأم، هناك من شكر معلم، هناك من شكر صديق، هناك من ما شكر أحد، عادي طبيعي ممكن تصير. خلينا نشوف التويتس والصور اللي لها علاقة بالهاشتاجز، وراح نركز فقط على الهاشتاج الأول. السلطات الأمنية تعتقل كل من هيثم العصفور، محمد العصفور، أحمد إسماعيل. الهاشتاج طبعا الأول اللي تكلمنا عنه كان نويدرات. طبعا نتكلم عن مجموعة من الاعتقالات التي حصلت في مملكة البحرين. نكمل كذلك نشوف أنه أي بوادر إصلاح تلوح في الأفق. اعتقال ما يزيد عن 20 مواطنة من مناطق متعددة من البحرين في يوم واحد لا يبشر بإصلاح. هذه أحد الآراء اللي حصلوا. طبعا أكو كمية كبيرة من الأماكن فعليا، يعني سترا، نويدرات، الدراز، الجفير، اللي هي أماكن معروف بأنه أكو بها، يعني أحيانا ممكن يصير بها اشتباكات أو شيء من هذا القبيل، أو حتى صار أكو بها اعتقال لبعض الأشخاص من هذه الأماكن. خلينا نكمل. بعد أقل من يوم من الإفراج، لا نشوف اللي قبلها، أكو صورة قبلها عذروني. بعد أقل من يوم من الإفراج عن معتقلين ساحة الفداء، تم مداهمة العديد من البيوت فجرا في دراز ونويدرات، واعتقال عدد من الشباب، وأنباء عن إصابات للمعتقلين وذويهم. واضح أن النظام يريد الإصلاح وعدم التأزيم هنا. طبعا واضح بأن الجملة الأخيرة فيها نوع من أنواع التهكم. هذا بالنسبة لي البحرين. خلينا ننتقل إلى الكويت. أكو شوية يعني حاجات مش كويسة بالنسبة لي الهاشتاج اللي موجودة بالنسبة للكويت. الهاشتاج الأول كان استجواب الصبيح، وطبعا واضح بأنه الكلام الواضح به عن هند الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية في الكويت، ويعني باب سوف يفتح. واضح أنه أكو إلى أبعاد سياسية هذا الأمر اللي كان واضح بالتويت، رح نطلع عليها بعد شوية. الهاشتاج الثاني كان إلغاء حفل مطربي روتانا بعد الإساءة اللي حصلت والمهاترات الكلامية اللي كانت على مواقع التواصل. كان التأكيد الأساسي في هذا الموضوع هو وجود مشاكل ما بين بعض المغردين السعوديين، ويعني عدم رضاهم عن توجيه يعني أحد وزراء الكويتيين، هو بالتحديد وزير الشباب والرياضة أتوقع، رسالة شكر لقطر. فهذا الأمر يعني أثار حفيظة المغردين السعوديين بحكم واضح الأزمة الخليجية الحاصلة، ويعني الله يهدي النفوس. أكثر من هذا ما راح أتكلم. خلينا نشوف التويت اللي لها علاقة بهذا الموضوع. التويت الأول كان من جهيدة الوطن، النائب صالح عاشور مؤيدا للاستجواب. المساعدات الاجتماعية ومساعدات المعاقين واجبة على الحكومة وليست منا. طبعا الهاشتاج طبعا كان استجواب الصبيح نفسه اللي تكلمنا عنه. نشوف التويت اللي من بعد ذلك. الصور اللي لها علاقة بالنواب اللي وقعوا على طلب طرح الثقة بالوزيرة الصبيح، وواضح بأنه يعني الميول السياسية بحكم ما هو موجود على التويتر ماله أكثر للتفاصيل المرتبطة بالهاشتاج القديم مع المتضامنون لمجموعة من الشباب الكويتيين اللي تم يعني التعاطي معهم بشكل شوية يعني بنوع من أنواع القسوة بحسب ما ذكره الناس على تويتر، يعني المغردين. النائب يوسف الفضالة معارضا للاستجواب، لست ضد أي استجواب ولكني ضد طرح الثقة بالوزير الصبيح، لأن ما تم طرحه في الاستجواب لا يرتقي إلى طرح الثقة. واضح بأن الهاشتاج كذلك نفسه المعتمد. من بعد الكويت نكمل. لا أكو عندنا آخر تويت من الكويت. كفو والله يا الجبري، لا تجامل على حسابك على حساب ديرتك نهائيا، خلهم يولون، ونبي تصريح بالعلن بمنعهم من هذه التفاصيل. ليش طلعت بشكل سريع؟ كنت أقرأ الصورة يا جماعة. يلا نكمل. والله غلط يمنعونهم، المفروض يخلونهم، وأول ما تبدأ الحفلة الجمهور يحذفهم بطماط خايس ويعلمونهم قيمتهم الحقيقية. إذن كان هذا بالنسبة للتويت بالنسبة للسعودية وتحديدا للكويت والمشكلة اللي حاصلة مع إلغاء حفلة روتانا. إضافة إلى ذلك أكو أربع مغنيين كذلك صارت من بعد ما أعادوا تويت معينة من المملكة العربية السعودية ارتباطهم طبعا كان مع شركة روتانا، كذلك منعوا من تواجدهم في مهرجان هلا فبراير القادم. الوضع نو جود، مأزم. ها إيش رأيك بالموضوع؟ مع المشكلة بصراحة بالنسبة لي أنا هوني مشكلة وقت اللي تأثر على الثقافة، خاصة كي نحكيه على مهرجان هلا فبراير. صح، هو طبعا حتى هذا المهرجان هو كان منتظر خليجيا، بس المشكلة بأنه يعني تداعيات الموضوع أبدا مو لطيفة. خلينا نكمل بعد إذنكم. نشوف الهاشتاجز بالنسبة لي لبنان. الهاشتاج الأول كان كذايب النفايات، الهاشتاج الثاني كان شيب، الهاشتاج الثالث كان نفايات. الهاشتاج الأول طبعا ما راح نتكلم عن الأبعاد اللي فعليا اللي كانت مقصودة منه، واضح بأنه الإساءة الأولى لأحد الأحزاب اللبنانية وبتغيير بعض الكلمات. الهاشتاج الأول والثاني والثالث كان يتكلم عن الفكرة الثالثة اللي بالهاشتاج واللي هي تظهر واضحة فعليا للمستخدمين، والتركيز الأساسي كان على هذا الموضوع ببعد واحد، وهو بعد إلى متى تبقى مشكلة النفايات. خلينا نشوف التويت اللي لها علاقة بهذا الموضوع.
أول واحد أقفل المطمر فكانت النتيجة 941 مطمر عشوائي وخطاب شعبوي. شكرا الكتائب اللبنانية كذايب للنفايات، واضح بأن الهجوم كان على حزب الكتائب. نكمل كذلك، هذه الصورة أخذت فعليا وكانت مباشرة تحت التويت اللي نشرنا. نكمل، صورة انتشرت وصار أكو عليها تعليقات كثيرة، وصار أكو عليها يعني حتى الصورة أخذت هاشتاغز خاصة بها. نحن نتكلم عن سامي الجميل رئيس حزب الكتائب اللبنانية ونائب في البرلمان اللبناني، كان الاهتمام به بأن بعد هذه الصورة اللي أخذت له أنه هل أنت يعني كان أكو مهاترات واضحة، يعني ناس وقفوا معه شوية، بس الهاشتاغ كان واضح بأنه الإساءة له كانت مقصودة بهذا المقام. نكمل، شهيب طبعا هذا كذلك نفس الهاشتاج يتكلم عن نفس المشكلة، بعد اجتماع اللجنة الفرعية بشأن النفايات خلال 72 ساعة سيتم تقديم مقترح حول إنشاء الهيئة الوطنية للتنسيق في ملف النفايات الصلبة وإنشاء مصلحة خاصة في وزارة البيئة تتعلق بالنفايات الصلبة المنزلية. أنت شلون تتوقع أن ممكن أزمة النفايات تحل بعالمنا العربي؟ يعني تركيا تعتبر مثال. صحيح، هي ليه أزمة النفايات في العالم العربي موجودة معناها بصراحة وفما مشكلة كبيرة. احنا في تونس مثلا لو كنا نحكي لك هنا على تونس اكيد انه هناك مشكلة متاع نفايات، ولكن مش كما في لبنان. في لبنان تقعد دائما فما مشكلة اكبر ولازم يلقاو فيها حل. وعد هو لا شك انه طريقة تعامل الانسان والمجتمعات البشرية بالنفايات يعني من الاساس عم بيتم التعامل معه ومعالجتها من الاساس، من ناحية الفرز وما قبل الفرز انتاج النفايات اصلا عم بيكون زيادة عن حده، ولكن بالنهاية منه موضوع تعجيزة اليوم. يعني علميا وأسوة بدول كثيرة بالعالم في حلول يعني فعالة جدا لمسألة النفايات، لا بل حلول أيضا مفيدة ممكن استثمارها بعدة نواحي. أنا أعتقد وللأسف على الأقل في لبنان ما بعرف ليش في تركيز وهاشتاغز هيك مهاترات يعني مع أشخاص وأحزاب ضد أخرى، ولكن التركيز على أنه هذا الملف مهم ولو أنه عم ياخد انتباه اللبنانيين غصبا عنا، لأنه يعني خاصة هاي المرة الأخيرة البحر هو لفظ هذه النفايات وهو يلي طبيعة هي يلي لفتت على الموضوع مرة تانية. عم ياخد الموضوع كتير يعني هيك أخذ ورد وعم بيطول ويتأخر ولجان ووزارات واجتماعات وما بعرف شو. أعتقد أنه للأسف الفساد والإهمال مرة جديدة هو البطل الحقيقي. وابتسامة تسامي يعني تسربت ما بين الدمع مثل ما يقولون، محروق قلبها وعد. أكيد الأمر مزعج، محروق يمكن قلبك محروق مثل النفايات اللي طبعا واضح بأنه لها علاقة. عيب لما تتحول النفايات مصدر سرقات ورزق لبعض يعني الطبقات السياسية. مصدر نقاش على تويتر، توقع تويتر أنظف من أنه فعليا على الأقل تويتر العربي أنظف من أنه يتم التعامل بهذه الفكرة. اعذرونا عن الوقت بس خلينا نكمل ما له علاقة بهذا الموضوع شهيب، فلنبعد السياسة عن النفايات، نحن ما لنا علاقة، أنتم اللي قربتوها بصراحة. زين خلينا نكمل بعد إذنكم ونشوف الدولة الأخيرة معنا، راح نشوف مصر ونشوف الهاشتاجز اللي موجودة بها، واضح بأن الأحداث الأخيرة. أعطيني الهاشتاج الخاص بنا. بلحة أكيد. راح نكمل الهاشتاج الأول، ما ينفعش تترشح علشان بلحة، علشان بلحة عايز يكون رئيس. الهاشتاج الثاني سامي عنال، الهاشتاج الثالث كان تويتر في حب 25 يناير. نشوف الصور بشكل سريع لو سمحتوا. الصورة الأول، ما ينفعش تترشح علشان مش من الجيش، إذا أنت مش وطني إذا لا يصح أن تترشح لهذا المنصب، شكرا روح لأمك. اللي بعد نكمل نشوف، افتكر اني قلت لك بلاش، واضح بانه الصوره الكلام بيها من احمد شفيق الى سامي عنان حكم عمليه الترشح، وحتى الكلمات اللي ظهرت اليوم كميه واحد من الفيديوهات حتى على فيسبوك، كميه من الفيديوهات يعني الافلام المصريه كلها عاودوا خذوها وركبوا فيها كلمات اخرين. وسلم على عم سعيد، هذا بعدين اقول لك عليه عم سعيد. نكمل مشاهدينا، ما ينفعش تترشح علشان انت نفسك مش عارف عاوز ايه، هاشتاج بلحه. نكمل مش هكمل، ما ينفعش تترشح علشان ده باب الترشح للرئاسة، تخيل هذا باب الترشح. هو ما يجيكش عجب معنى. نكمل خلينا نشوف، تويتر في حب 25 يناير، فاكر لما ضحكوا عليك بتوع تمرد وقالوا لك ولو مش عجبك أهو الميدان موجود؟ فعلا الميدان موجود بس بقى شكله كده. نشوف الصورة شلون صار شكل الميدان. الله، قمة الحرية وحرية الرأي والتعبير عن كل ما نشاء، هاشتاج بلحة مو مشكلة. نشوف نكمل،
نكمل له علاقة بالفيديوز. راح نحط اليوم بس هذا الفيديو مشاهدين، ما راح نحط أكثر من هذا، ولكن أتوقع بأنه هذا الفيديو راح يكفي ويوفي. هل أنتم راضون عن ما سترونه؟ إيش رأيك نشوفه بعدين؟ حتى اللي نشوف تعرف نكونوا راضين. تتوقع هذه حياة حقيقية؟ توقع اللي راح نشوف راح تكون حياة حقيقية؟ توقع يعني تخمين. حقيقية. حقيقية ها وعد. نشوف ما بعرف. نشوف. لا تعليق. آخر الفيديو مشاهدينا اللي ركز أو اللي شاف الفيديو على مواقع التواصل، أنا أنصح وما ركز على آخر الفيديو يشوف اللي صور الفيديو تنهد يعني خلص قال حتى يعني قاطعها للفيديو. بصراحة صرنا كل يوم نحكيه على نفس الموضوع، يوميا نحكيه عليه. بالنسبة لنا احنا صارت مشكلة كبيرة، ما عادش عنا ما عادش نتحكموا في حياتنا معناها، وصارت الناس كلها ما عادش تحكي مع بعضها، صارت كل واحد عايش مع تليفونه ومع اللابتوب متاعه. فان شاء الله ان شاء الله نتمنوا ايجاد حل. حكينا المره اللي فاتت على هولت كابليكيشن اللي تخليك تخفف شويه، فنتمنوا انه تتعمم هالابليكيشن هذيا، فمش حتى على الاقل ما تولي فما تشالنج جديده نخترعوها باش هكاك الناس تدخل فيها انه نخفوا استعمال مواقع التواصل. يعني مثل هذا التطبيق هولت وغيره من الدراسات عم بتفرجينا انه صار في وعي لخطوره هذا الموضوع. يعني رغم ادماننا على الهواتف الذكيه والالعاب الالكترونيه عم بيصير على الاقل في وعي، وهيدي الخطوه الاولى في سبيل ايجاد حل. اكو بعض الاحصاءات تقول ان انتقلت التليفون أكثر من 300 مرة باليوم فأنت مدمن. بعض الإحصاءات الأخرى اللي تتكلم عن الأرقام وعن الوقت تقول بأن إذا استعملت التليفون لأكثر من الهاتف الذكي بسرعة عامة وحتى أي جهاز لوحي ذكي لأكثر من 300 دقيقة كذلك تعتبر مدمن. بس الفكرة بين هذا الإدمان وهذا الإدمان، بين إدمان الالتقاط وبين إدمان الوقت، هو إدمان فكرة الفراغ، عدم وجود حيز فعليا إيجابي للتعاطي بهذا الموضوع. بعض اليوتيوبرز لما يطلعون على أي دولة عربية ويصورون يكون عملية التواصل معهم ثابتة، بس تشوف ورا الناس إذا كانوا بدولة عربية أكو هاي وقفة أسر الحرب بتعرفها هذه نفس الحالة، بس لما تتطور ولما يطلعون يصورون نفس اليوتيوبرز يصورون فيديوز بأي دولة غربية للأسف، وهذا أتوقع أن الموضوع لازم نحط تحت خطين حتى ما نشتغل نظرية المؤامرة فقط، يكون أكو بيها بعد إلى حد ما بيها علامة استفهام. تشوف الفيديو نفس الحالة يمكن نفس الكلام بس موقع مختلف، يمكن واحد أو اثنين بكل الفيديو اللي هو حوالي 20 دقيقة ماسك تليفونه وواسك تليفونه وواقف، مو واسك تليفونه وماشي. يعني بمعناها أن التليفون وقفه خلاه يكمل شغل معين بعدين كمل حياته ومشي. فأتوقع بأن هذا الموضوع حياة حقيقية، دائما مشاهدينا نبحث عن حياة حقيقية. يعطيكم ألف عافية. هذا بالنسبة لهذا الفيديو، راح نشوفه إن شاء الله بالفقرة القادمة، مو الفقرة القادمة يعني الحلقة القادمة، مو بكرة بعد بكرة إن شاء الله راح أتكلم عنه. راح أتكلم عن شيء له علاقة بأمين وفكرة الدفاع عن النفس اللي شفتوها انتشرت على الفيسبوك. تسووا بيك جماعة التايكواندو يعني أي أيكيدو أيكيدو؟ أي تعلمت الأيكيدو نعرف. أما كانت حلوة التجربة معه. أي حلوة وقعوا جابوا آخرتك. نحن للأمانة مو خايفين عليك، خايفين على المايك. ما أنا عارف اللي تبغى خايفين على المايك ليه؟ الحمد لله حميت المايك. خلاص ممتاز، هو أصلا يعني مخصوم منك المايك. مشاهدين يعطيكم ألف عافية، دائما تابعونا على حساباتنا. أيوة 100% حساباتنا اللي ظاهرة أسفل الشاشة، تويتر فيسبوك وإنستغرام. يعطيكم ألف عافية ونعود لزملاء الأعزاء. شكرا لك. شكرا لك أحمد على كل هذه المعلومات والأخبار. والآن مشاهدينا إلى فاصل أخير ونعود.
وعدنا إليكم مجددا مشاهدينا في القسم الأخير من برنامجنا في صباح النور. الآن بنمشي ونحكي على فنان ملحن ملتزم حمل على عاتقيه رعاية الفن ويرى في الجيل القادم بذرة خير لو رويت بشكل صحيح. يقوم اليوم بإطلاق مع أغنية خاصة بالعيد الثالث للتلفزيون لانطلاقة التلفزيون العربي مع الفنانة شونتال بيتال. نرحب بمشاهدينا بالملحن والفنان أحمد قعبور في فقرة نغم. أستاذ أحمد قعبور صباح النور. صباح النور. مرحبا بك معنا. كيف صحة ماشي الحال؟ الحمد لله نحن دائما بخير الحمد لله. المهم أنه تكون الناس اللي معانا دائما بخير والعالم كله بخير. إذن خلينا نحكيه على فنك اللي أنت استخدمته. دائما استخدمت الفن في خدمة القضايا ونعرفه اللي حتى مرة في فكرة اللغة العربية وقتها في أنشودة لغتنا وحتى في خدمة القضية الفلسطينية. السؤال هو هل ما زالت هناك مساحة للفن الملتزم عند الجمهور العربي؟ خلينا بداية نقول أنه الفن الملتزم ليس بالضروري هو الفن اللي يحمل شعارات فضفاضة، لأنه أي واحد منا ممكن يعني يقول أنا ملتزم يعني. والفن الملتزم ليس رهينا أو أسيرا للإيديولوجيا أو لفكرة سياسية. الفن الملتزم إذا لابد من تسميته هو اللي بيرجع بيردنا للمربع الأخلاقي والإنساني الأول، العدالة الإنسانية، الحرية، حرية التعبير، التنوع، أن تكون حياتك قوس قزح ليست حكرا على لون واحد. فالالتزام مش بس أنه العبوس والتجهم وال هيك تعاطي مع القضايا كما لو أن هيك جاي عبارة عن بلوك اسمي. لا، الالتزام ممكن تشوف تكون 6 الصبح عم تشتري من محل الخضرة يعني بطاطا وشوية بازيلا مشان تطبخهم، بس مشهدها هي عم تتعب وهي عم تفاصل البائع الخضار على القروش. ممكن هذا المشهد يوحي لك بقيمة الحياة وقيمة صحيح. المرأة وقيمة الحركة والإيقاع اليومي. نعم. فالالتزام أبعد من أنه نكون إيديولوجيا وسياسي. نعم. أستاذ أحمد، حضرتك اليوم معنا لإطلاق أغنية خاصة بالتلفزيون العربي بمناسبة مرور 3 سنوات على انطلاقه، وصار في تعاون بين حضرتك والفنانة شونتال بيتار اللي كان مفروض تكون معنا اليوم ولكن لأسباب خاصة تعذرت أن تكون معنا. خلينا نتحدث عن هذه التجربة، عن هذه الأغنية، كلمات ألحانة جوة بشكل عام. قبل ما نحكي عن الكلمات والألحان، الحقيقة مسألة التعاطي مع الترويج الإعلامي ممكن تروح بعدة اتجاهات. يعني منلاحظ أحيانا في كتير طفرات إعلامية وفي كتير شاشات وفي كتير مواقع ودائما يجري الترويج لهذه الوسائل. كيف بدنا نروج نحن؟ في الطريقة الساذجة والممجوجة والمستهلكة والمملة أحيانا، أن تقول مثلا أحلى برامج عنا وأحلى مبالغة يعني، أحلى أخبار وأهم أخبار، وهذا الكلام صار يعني متاح للكل وما له معنى بزمن التكنولوجيا والسوشيال ميديا، أنه فيك الخبر تشوفه أنت بلمسي صحيح. على التابلت أو على تليفونك أو حتى بالتلفزيون. ماذا يمكن أن تقول في الترويج لوسيلة إعلامية وأن تعمل بصمة جديدة وتعمل إضافة جديدة؟ أنا برأيي أنك تستعيد هوية مفقودة. نحن بعالم عم بقولوا العالم صار قرية كبيرة، في جانب من هذه القرية جانب جميل أني فيني أتعرف عليك بلحظة مهما كنت، ربما بزحل يمكن، وفيني كمان تكون هالقرية شوفك وما أعرفك، نتقاطع يوميا بس ما نتعايش، ما نحمل نفس الهموم، نفس الأفراح، نفس الإيقاع، ما نشاركوش لحظات حياتي. تماما. بالأغنية اللي عملتها لا تلفزيون العربي، أولا استوحيت من الاسم، هذا الاسم في تحدي. ماذا يعني أن تكون عربيا؟ هل يعني فقط أن تكون مؤتمنا على الذاكرة؟ صح، إنما لا يكفي. هل فقط أن تكون يعني مؤتمنا على تاريخك السياسي وفولكلورك الغنائي والثقافي والفكري؟ هذا صح ولكن لا يكفي، يجب أن تكون مؤتمن على الأحلام الشبيبة والصبايا على المستقبل. على المستقبل تماما.
فلذلك يعني أن تكون صاحب بصمة وصاحب روح وصاحب هوية دون أن تكون أسيرا لتاريخك ولتراثك. لا يعني أبدا أن نستعين التاريخ والتراث أن نكون يعني هيك نتعامل مع هذا التاريخ وكأنه إنجيل مقدس أو قرآن كريم لا يمس. بالعكس التراث أصلا عندما تم ولادته أو تم ولادته اليومية كان متحرك، كان حيوي، كان نابض. فالأغنية أنا اللي كتبتها ولحنتها اعتمدت على فكرة الحلم وعلى فكرة الحركة. نحن في العالم العربي خاصة بعد التقرير اللي شفته وحكيته عنه عن ارتهاننا للعالم السوشيال ميديا، فقدنا الحركة، فقدنا المبادرة، وصارت مبادراتنا ذهنية أكثر منا حركية أكثر منا وفردية. يعني نحن بنكون قاعدين ببيتنا عم نشوف مليون زلمي عبر السوشيال ميديا، بس نحن وحيدين. أنت وحيد عندما تتواصل مع الآخرين عن بعد. صحيح. فأنا اللي حبيت أقوله هات لنتواصل بطريقة حيوية، هات لنبني الحلم معتمدين على الذاكرة ومذكرين أنفسنا بهذه البصمة العربية اللي ذات يوم ذات حضارة كانت مالئة العالم. نأمل بأن نستعيدها ونقول ما يعني ما يحفز على الحركة وعلى التفكير وعلى إثارة الحلم. نحن بصراحة متشوقين جدا مش نشوفوا الكليب. خلينا نتشوقوا أكثر لأنه الحقيقة بعد يعني بعد كم يوم بيخلص لنحرقس العالم أكثر. خلينا احنا نشوفوا مشاهد من تصوير الفيديو كليب ونعود نرجع مشاهدينا. بروموشن ميوزيكال كليب هو لجزء صغير من ايدنتيتي تلفزيون العربي، من هويه تلفزيون العربي. بالنسبة لهيدا الأغنية بالذات اللي عنا إياها كانت تحت إشراف الأستاذ أحمد كعبور. فكر معين او رؤيه معينه انه نحس مع بهيدا الاوديو وبهذا الكلام اللي انكتب انه نحن مع العربي يكون في عنا رحله بوقت معين بحالات معينه بالحياه اللي بنعيشها بمراحل مختلفه. أستاذ أحمد، لا شك بأنه اللي غنت الكلمات هذه الأغنية هي الفنانة شانتال بيتارو، معروف أنها هي فنانة شابة وصاعدة، والتلفزيون العربي أيضا هو قناة شابة يعني عمرها 3 سنين، ولكن بما تقدم بتواضع يعني باقة منوعة من البرامج. إلى أي مدى برأيك هذا التحدي اللي تحدثت عنه بأنه تقدم جديد بظل الذي نعيشه أصبح تحول إلى حقيقة بهذا الفيديو كليب أو بهذه الأغنية فعليا؟ بعيدا عن الفيديو كليب وعن الأغنية، في العالم العربي رغم كل ما نراه في الأخبار والنشرات الأخبارية من أسى ومن مشاكل إن في لبنان بالتقرير اللي مرق نفايات أو في الوضع السياسي في مصر أو في المغارب العربي الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، ما لازم ننسى أبدا أنه هناك طاقات شابة يكفي جهد بسيط حتى نتعرف عليها للإضاءة عليها تماما. شانتال بيتار اللي غنت الأغنية، هلا بنقول نص جزء من النص، صبية عمرها 23 سنة، صوت واعد، صوت مثقف وتعرف ماذا تقول، وفي مثل ما بتقول أمي مثل ومتايل بالعالم العربي، في تونس، في المغرب، في مصر، في سوريا، في العراق، في الخليج. يعني يجب على الإعلام أن يسلط الضوء على هذه الطاقات اللي عندها شيء مختلف تقوله، وأصحاب الخبرة المخضرمين يعني اللي صرنا غزانا الشاب يجب
أن يعني أن نستعيد إيقاعنا عندما نرى إيقاع هؤلاء. أنا شفت شانتال بيطار بمترو المدينة عم بتغني وقلت ما معقول هالصوت رغم يناعته رغم شبابه عم بيردنا لأغاني من محمد عثمان والسيد درويش والرحابني وأم كلثوم إلى آخره. فقلت أنه بدي حملها هذه الرسالة الترويجية. الحقيقة لا أنا ولا تلفزيون العربي عندنا رغبة نقول شوفوا تلفزيون العربي لأنه نحن تلفزيون مهم، ما بعتقد هذه المهمة. بدنا نقول شوفوا حلمكم بالتلفزيون العربي، صحيح. شوفوا المبادرة بالتلفزيون العربي، شوفوا الحركة، اصنعوا الحركة والنبض بالتلفزيون العربي. فكانت شانتال بالصوت، وليد اللي اختصر بكم كلمة وهذه عادته. طبعا تحية للمخرج وليد نصيف. وليد نصيف صديقنا اللي هو صاحب حركة وبيحكيك ست مواضيع بخمس ثواني يعني، فما بلحق عليه. فصورنا وقريبا جدا رح تطلع على الشاشة، ونتأمل انه تكون مثل ما قال وليد دعوة لرحلة، رحلة على مستويات، رحلة بيومياتنا، صحيح. رحلة بذاكرتنا، رحلة بأحلامنا، وسوا نهز هالإيقاع، ما يكون رتيب، ما يكون بليد، ما يكون هيك رابخ مثل ما بيقولوا، يكون محفز لطرح السؤال، يكون محفز لإطلاق أغنية جديدة، لإطلاق صوت جديد، لإطلاق حلم جديد بزمن صار فيه الأحلام. صراحة حتى من المشاهد اللي شفناهم شوية ميكينج أوف بينا شوية فكرة أنه نحن معناها نتبعوا الشباب، وأكيد أنه إحنا كتلفزيون العربي دائما وراء الشباب، وهذا بين يمكن منه إحنا من صباح النور وكل باقة برامجنا الشباب اللي هو الحاجة المهمة في عالمنا العربي. وأنت معروف سيد أحمد قعبور اللي أنت دائما تحاول أنه تشتغل مع الشباب وتنمي المواهب الشابة، أكيد أنه فما مشاريع مستقبلية إن كان مع شانتال أو مع شباب أخرين. والله مع شانتال ومع ياسمين الفايد زميلتها لشانتال بالعروض المسرحية والغنائية ببيروت بدي ورط التلفزيون ببرنامج غنائي. نحن في ورطات جميلة أحيانا لأنه دايما منحس أنه التراث الغنائي العربي وكأنه حكر على الأصوات المخضرمين. مين قال أنه الأصوات الشابة حتى الأطفال نشوفهم بالتلفزيونات ما عم تبين أصواتهم إلا بالألحان والأغاني الحلوة. فبدي حاول ورط التلفزيون أنا وشانتال وياسمينة وربما وليد معنا ببرنامج غنائي نغني فيه للسيد درويش لكن بأصوات شابة، ونخليهم يغنوا بما هن يعني يشعروا بالغنية مش مثل ما شعروا الأقدمين فيها. جميل جدا. طيب إلى أي مدى الفيديو كليب أو الكليب المصور اللي عم يشتغل عليه المخرج وليد نصيف يترجم موسيقتك وألحانك وكل يعني الفكرة الحلم التي تعمل عليها للتلفزيون العربي؟ لكن بهالعمر يعني إلى أي مدى هنالك هذه الثقة العمياء ربما بأنه هو رح يترجمها؟ لكن بدك تآمني بتخصص الآخرين. على التخصص ما بيعني انه اذا كان مخرج تلفزيوني او سينمائي او مسرحي يكون ما بيفهم بشيء تاني، بس بدك تسلميه يعني تسلمي طحينك للخباز. وليد خباز شاطر ماهر، صحيح وماهر. طبعا قعدنا كتير مع بعض، مش بس انا وليد قعدنا، يعني كل ما من هو معني في هذا الكليب عنا لنقول يعني لنفكر شو بدنا نقول، خاصة بهالزمن مثل ما قلنا أنه في لحظة كتير حساسة بالعالم العربي، في لحظة متحولة، نحن أمام ولادات جديدة، صحيح. بالعالم العربي ولادات أنا شخصيا يعني ما بعرف وين رايحين، بدنا حدا يفك شيفرة الاجتماعية والسياسية والتاريخية لنعرف شو الاتجاه اللي رايحين له. ولكن حلو أنه نسأل السؤال، حلو أنه رغم كل رغم السواد الحالك يطلع الصبح نقول صباح الخير. فمع وليد بدنا نقول صباح الخير وصباح النور. صباح النور. صباح النور. صباح النور. وبدنا ندعي العالم لينتموا للحلم بزمن الشعوب العربية جربت تقول نحن هون، ولكن الثورات المضادة كانت أقوى وكانت أكثر توحشا إجراما، ولكن لن يقوى أحد على الحلم العربي. لذلك الأغنية اللي عم نعملها بتبلش بالحلم، بتقول يلي عم تحلم حلمك محلاه.
يعني بهذه الكلمات الإيجابية جدا يلي عم تحلم حلمك محلاه بدنا نشكرك أستاذ أحمد قابور على تواجدك معنا لي. يعطيك ألف عافية على كل الجديد يعني اللي عم تقدمه للتلفزيون العربي وهيك بلكي بيكون هذه حيكون في تعاون كمان أيضا آخر مع التلفزيون العربي دايما والله يجري توريط مشترك طيب تمام نحن المستفيدين أصلا يحب كلمة توريط أستاذ توريط الإيجابي شكرا جزيلا لك مشاهدينا ننتقل سوية إلى مسرح المدينة في بيروت حيث تعرض مسرحية كيفك يا ليلى للمخرج ميشيل جبر الذي ينقل لنا معاناة ليلى في مونولوج درامي مستشف من قصة حقيقية لفتاة شابة عانت من نظرة والدها ونظرة المجتمع إليها والتي أوصلتها إلى وضع نفسي صعب ونقمة على الجميع العمل بطولة نيلي معتوق نتابع التقرير بعد كده هلأ ما عم تقمي لي شيء عم تحكيني سيكياسيون كله من بروفيا لشو جاي على الكاسبك؟ بدي مصر شو بدك من المسرح؟ بدي عبر عن حالك كلهم بيقولوا هيك فيك تعبري عن حالك بالسينما بالرسم بالفيلم لا المسرح في علاقة حية في أنا في هاي اللحظة اللي بعيشها يوميا هلأ هون بهيدي المسرحة كيفك يا ليلى؟ سؤال يطرحه المخرج المسرحي ميشيل جبر في مونولوج درامي مؤثر ليروي على المسرح قصة ليلى الفتاة السمينة منذ الصغر التي عاشت صراع ووجع من خلال نظرة والدها الغير راض عن مظهرها تبعها نظرة المجتمع التي دفعها للهروب بطرق مختلفة للتخلص من هذه العقدة انقل اكره اصحابك اكره كل شيء موجود بحياتك جرب بين للناس انه انا مثقفه لانه اللي صاير مع هالصبيه صاير مع كثير غيرها وبس عم ضوي على مشاكل تيفهموا الاهل شو ممكن ياثر تصرفهم لوين ممكن يؤدي بدون ما ينتبهوا وكمان لضوي الشباب انه للشباب والجان يعني بقصد انه في اشياء الحلول البسيطه ما بتوصل لمحل فبلشت انصح عن وعي او غير وعي انصح وما افهمه تلعب دور ليلى الممثله نيلي معتوق التي تغني تضحك تبكي وتغضب راوية مدى تأثير الأهل وتربيتهم على مصار حياة أبنائهم ليلى هي إنسانة عاشت حياة صعبة كانت ناصحة هي وصغيرة وكانت تعاني كتير من وراء هذا الموضوع من وراء أهلها وخاصة من وراء بيها يلي كان بحاجة له هي إنها تطلع فيه وتلاقي أول رجال بحياتها بطريقة حلوة ما لقيت هيدا الشيء وعانت من هيدا الشيء بكل حياتها هو أكيد فيه كتير شغل وصعب بس الحلو إنه خلال هيدا الوقت يلي عم تقضيها شخصية على المسرح أو أنا عم بقضيها على المسرح عم فش خلقي وعم بنبسط وعم بلعب والمسرح إلي كل الوقت فهيدا الشيء كتير حلو على مدى ساعة من الوقت في نص درامي يحمل رسالة مهمة عن قصة حقيقية نقلت على خشبة مسرح المدينة يعني مشاهدينا حالة ليلى هي حالة الكثير من النساء بعالم العرب اللي شكلهم الخارجي بيعمل لهم قلق وبيعمل لهم وضع نفسي صعب وهذا الشيء عم يتجسد على خشبة المسرح بإطار المونولوج المونولوج أنت جدا مطلع بما أنك أنت أيضا الوجه الآخر لأمين هو مخرج وجدا مطلع على المسرح المونولوج بصراحة هو مش نقول لك معناه في فكرة أنه تحكي على المرأة وتكون هي المرأة هي اللي تجسد دور واحد كمونولوج درامي الوحيدة أصلا يعني أكيد. اللي تكون وحيدة على خشبة المسرح مع الديكور والأكسسوارات والسينوغرافي كاملة تكون موجودة
تختلف أكيد على حسب كل المخرج وعلى حسب الممثل يكون هو قاعد يقوم بالدور. أكيد ميشيل جابر مش نحكيه عليه اليوم، تاريخه سابقه في الأعمال وخاصة في المونولوجيات الدرامية، ولكن أنا شخصيا إذا تسألني على المسرح أنا شخصيا تقولي تحب تتفرج في مونولوج درامي، نقول لك يمكن لا، لأنه المونولوج الدرامي أحيانا من نوعية المسرح اليوجع نسميه احنا في تونس، حاجة لي درامي لأنه بالضبط تخلي أنه وقت معين توصل معناها تحس بغمة كبيرة على قلبك وتتعب شوية، وهذا يمكن شوية موجود في مسرحية كيف كليلة، ولكن تقعد أكيد من الحاجات اللي لازم الإنسان يحضرهم، لازم الحاجات يشوفهم ويتعمق فيهم أكثر. والمونولوج الدرامي فكرة موجودة عنا احنا بكثرة في لبنان وخاصة في الدول العربية المعروفة بالمسرح وقاعدين يخدموا عليها برشا، لكن نتمناو أعمال مسرحية تكون تلم أكثر فنانين وأكثر دكاترة. بدها أصلا قدرات تمثيلية للممثلة لأن هي الوحيدة على خشبة المسرح. صحيح. إذن أمين سنذهب الآن إلى المطبخ الآن مع وعد والشيف فؤاد وفقرة ولا أشهى. أيضا مشاهدينا في مطبخ صباح النور، الفن والمسرح كله كان لألك شيف فؤاد، والمونولوج يلي عملته أنت عم تشرح لنا عن هذه الوصفات الجديدة نوعا ما، يعني هو الأكيد أنا كنت عم بسألك تحت الهواء إذا هن لبنانية، ولكن أنا شخصيا يعني أول مرة بتعرف عليهم. هن صراحة أكلات لبنانية بس مأخذين من أشياء معينة، يعني الكبة اللي هون اللي عملناها بالثوم والحامض هي كبة البطاطا اللي هي متعارف عنا بالأكل اللبناني في يخنة البطاطا. صحيح. مع توم وحامض هي ذات عملناها بس حولناها من البطاطا للكبة، من يخنة البطاطا لكبة البطاطا، لكبة البطاطا هيدا الدمج مقبلة في هيدا الرز اللي بإضافة كمان السمسم عليه كتير تغير وأكيد نكهته رح تكون حتى إذا بتلاحظ الريحة صارت كتير حلوة ريحته. أنا ضفت عليهم شوي على الوجه حبة البركة السوداء كمان اللي نغير الألوان شوي وبتعطينا نكهة إضافية، هيدا الشيء بيكون اختياري. كمان حضرت هون الرز مع الطبق الثاني هو بالدجاج. صح، رز مع الطاووق الدجاج هو مقنوع بنقعة الطاووق مع البهارات، طبختهم مع البصل والفليفلة وإضافة الجزر آخر مرحلة الطبخ، بعدين بس ضفت هيدي كل المكونات تركتهم شوي على النار لحتى يستوي الرز. بعد ما استوى الرز صار معنا مثل ما شايفين، عملت الصلصة من اللبن والثوم وضفت شوية عصير حامض وشوية مي، شايفة شوية حار على وجه الحامض. صح صح، بس هذه كمان للتزيين. نعم. عصير الحامض ضروري هون لحتى يخلي اللبن يتماسك أكثر، لأن هو الأسيد الموجود بالحامض بيخلي اللبن يتماسك وما يبقى يفرط. نعم. بهذا الوقت صاروا أطباقنا كلهم جاهزين، أنا سكبت الرز من شوي تركتهم تيرتاحوا بالقالب، وهلأ صار هيك القالب جاهز معنا وبضل محافظين على الشكل تعمله. طبقين صحيين بامتياز. صح. ولكن هلأ إذا سيدة عم تشاهدنا وبدها تقرر أنه تعتمد واحدة منهم لليوم، أيها بتنصحها؟ أيها الأخف؟ طبعا هي الأخف هي هاي لأنه هي صحيح، لأنه هي عبارة عن رز مع صلصة بيتقدم حد الرز. هون عم نحكي بالرز كامل لحد يعني وصل الجاتو اليوم الحلو بطبق بمطبخ صباح النور هو أكيد الجاتو اللي مزين لمناسبة العيد الثالث للتلفزيون العربي. إذن عيد سعيد للتلفزيون العربي ولكل العاملين فيه ولكم مشاهدينا. وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم، أمنياتنا بالمزيد من التألق والنجاح في مسيرات التلفزيون العربي. كل عام وأنتم بخير، وتحية قلبية لكم الكل مشاهدينا ولكل العاملين بالتلفزيون العربي. نحتفل الآن ونقطع كيك العيد الثالث للتلفزيون العربي، ونأمل مشاهدينا أن نبقى عند حسن ظنكم، ونتمنى الازدهار والاستمرار للتلفزيون العربي في تقديم كل ما هو جديد ومفيد، وطبعا برنامج صباح النور، ونلقاكم في الغد في حلقة جديدة. إلى اللقاء. بقية نهار مبدع. إلى اللقاء.